أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى البرنامج الإخباري المسائي هذا اليوم، والذي يأتيكم كل يوم من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى السابعة والنصف مساء في بث حي ومباشر. ومع العناوين لهذا اليوم: بيني جانتس يصرح في لقاء خاص لبسام جابر يحاور، منصور عباس يتاجر بصوته من أجل تحصيل ميزانيات وأمور أخرى، ونجري اتصالات مع شخصيات من الوسط العربي لضمها للقائمة، استمرار الإغلاق على 6 بلدات عربية، ورئيس بلدية عرابة يتهم الشرطة بالتراخي في تنفيذ القانون. قناة هلا تسلط الضوء. أزمة جديدة تعصف بالقائمة المشتركة. دكتور منصور عباس يلمح لإمكانية انفصاله عن القائمة المشتركة، ويشترط بقاء القائمة المشتركة منوط بأن تسلك طريقي ونهجي. ودكتور مطانس الشحادي يرد: منصور عباس اختار قناة المستوطنين لإعلان انشقاقه عن المشتركة. نتنياهو يعز بفحص إمكانية إغلاق المعابر مع الضفة الغربية بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بالكورونا. معارضة شديدة في قلنسوة لانضمام المدينة لاتحاد المياه، ونقد شديد اللهجة للبلدية ورئيسها، والرئيس يعقب قائلا: هناك هجوم شخصي وسياسي ضدي، لم يعد الأمر مصلحة البلد. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، النساء في البلدات العربية في مهب الجريمة والكورونا. قناة هلا تسلط الضوء. الكورونا حمل ثقيل على النساء والأمهات العاملات، أول من دفعنا الثمن. بعد قليل نساء يتحدثنا لهلا عن المصاعب التي خلقها الفيروس الغامض. القرية العالمية في دبي تمنح زوارها جواز سفر لعالم من العجائب والترفيه، وتمكنهم من تذوق العالم في مكان واحد. بعد قليل مبعوث موقع بنت وقناة هلا إلى الإمارات حسين العبرة ينضم إلينا في بث مباشر من هناك. ننتقل أعزائي المشاهدين الآن في بث حي ومباشر إلى الكنيسة، حيث يحاور الزميل بسام جابر من هناك عضو الكنيسة وليد طه. مساء الخير الزميل بسام جابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الكنيسة، هذه المرة من غرفة النائب وليد طه من القائمة المشتركة، من القائمة العربية الموحدة من الحركة الإسلامية. كل التعريفات عملتها وليد. صحيح. كيف الأوضاع اليوم في الشتاء بالقدس؟ نعم، بدأ الشتاء، ومدينة القدس مدينة مباركة. أول شيء أسري منها محمد صلى الله عليه وسلم، وأسري إليها وعرج منها إلى السماء. في الشتاء لها جو خاص فيها بارد، ويجب تهيئة نفسك له. نقول بالنسبة للطقس البارد، لعله هذا الطقس البارد ببرد من حرارة الصدام اللي واقع بالقائمة المشتركة، خصوصا بين أخونا دكتور منصور عباس وبين إخوتنا في التجمع، فأحسن البراد هذا ببرد الأجواء. لا، بالتحديد علاقتنا نحن في الحركة الإسلامية القائمة العربية الموحدة مع التجمع علاقة يعني التاريخ يشهد لنا بها. نحن كنا أكثر الأحزاب مسؤولية وقت أزمة التناوب اللي عانت منها المشتركة الأولى، وأيضا كنا تشاركنا وإياهم في قائمة واحدة في الانتخابات شهر 4 2019، وبالتالي تاريخنا معهم تاريخ ناصع البياض. الآن هم اختاروا أن ينبروا، لا أدري لصالح من ولأجل من ولأجل ماذا، لكن نحن لا يعني دعني أقول لا نقف كثيرا عند تصريحات الإخوة من التجمع، مستمرون في نهجنا لخدمة مجتمعنا العربي. عندما تقول إنه منبروا أو منفكوا يعني بنفس التصريحات اللي بتتحفظ من خطوات القائمة تبعتكم، ولا سيما خطوات الدكتور منصور عباس، هل تقصد أن هذا التحفظ هو تحفظ حسب رأيك نهائي، ولا بس تكتي يعني لفترة؟ أستاذ بسام، مهم التوضيح، الدكتور منصور عباس لم يأتي بأي جديد. الحركة الإسلامية منذ قررت أن تشارك في الانتخابات البرلمانية عام 1996، ودخل النائب أبو يحيى عبد الملك دهامشي كنائب عن الحركة الإسلامية لأول مرة، وصرح منذ ذلك اليوم بأننا لسنا في جيب أحد،
احنا مش محسوبين. احنا في الحركة الإسلامية يعني لا نصنف أنفسنا لا مع اليمين ولا مع اليسار، مع العلم انه في إسرائيل لا يوجد يسار، يوجد بعض اليساريين لكن لا يوجد يسار بمفهوم الفكر اليساري. وبالتالي الاختيار بين يمين يمين لايت، يعني احنا اوصينا مرتين على جانتس، في المرة الثانية اخذ التوصية تبع 15 نائب عربي وذهب بها مسرعا الى بنيامين نتنياهو. وبالتالي الحديث عن اننا موجودون في فريق معين حديث غير مقبول علينا في الحركة الإسلامية، ويعني لا نستصيغ في العمل البرلماني. أنت عندما تصنف نفسك كجزء من فريق وأنت لست في ذهنيته، يعني لا أنت ولا مجتمعك في ذهنيته، مش بس هيك هو مارس الظلم على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل من 48 لليوم. من تقصد؟ أقصد الفريق اللي يعتبر البعض أنه نحن جزء منه. يعني مين؟ بني جاتس؟ لا، الفريق اللي هو كأنه اليسار وكأنه الفريق الآخر لليمين، مع أني أنا أكفر بمصطلحات اليمين واليسار في إسرائيل. اليوم بني لا جاتس. أميز اليوم بني بينها جاتس وليطها تحفظ. لا، أنا أردت إكمال الفكرة أستاذ بسام لأقول، وبالتالي منصور عباس لم يأتي بدين جديد ولا بشريعة جديدة ولا حتى بسياسة جديدة. أنا عندما تم انتخابي في الانتخابات التمهيدية داخل الحركة الإسلامية، في أول خطاب سياسي لي وكان على يساري نواب القائمة المشتركة ومنهم طانس شحادة، أنا قلت بأنني أعتقد بأن على النواب العرب أن يقوموا بتغيير أدوات العمل التي مارسوها إلى اليوم، وكنت أقصد ما يقوم به منصور تماما. نحن لسنا في جيب أحد، نحن فقط في جيب المجتمع العربي. باللي ملاحظه أنا وليد طه عضو كنيسة وليد طه، إنه في نوع من إجماع مطلق في الحركة الإسلامية لا بتأيد منصور عباس، مش غريب هذا الشيء؟ كيف تفسره؟ لأنه أنا مثلا كنت في جلجوليا بالصدفة، في شخص كنت لازم أخذ منه مادة معينة، بعرف يعني بعرفوش، لو تسألني شو اسمه بعرفوش، بقول له هيك بكل بكل أغلب الحركة الإسلامية واقفة وراء منصور عباس. اتفاجأت لأني فكرت أنا، لأنه دائما اللي بيطلع بطريق جديدة دائما بخوف الإشي. أنت أنا بشعر كيف أنت بتحكي وكيف عبد الملك دهمشي حكى في مقابلة لبانت، برضو مقابلة طويلة ولا بانوراما ولا قناة هلا، وكيف ما حكوا الآخرين، أنتوا يعني مقتنعين تماما بهذا الخط. أولا أنا قلت منصور لم يأتي بدين جديد، هذا الخط بدأنا به، بدأ به النائب عبد الملك دهمشي من عام 96، هذا واحد. اثنين، نحن مع النهج العام، نعم، الذي لا يصنفنا كطرف كجزء من فريقين، وعلينا أن يعني نمارس حقنا السياسي في المناورة بين الأطراف من أجل تحقيق مصالح المجتمع العربي. وبالتالي ترى أنه في الجزئية العامة التي لها علاقة بالمضمون، يعني لا أحد يختلف مع الدكتور منصور، ربما يختلف معه بعض أبناء الحركة الإسلامية في بعض التفاصيل للمفردات اللي ممكن بيطلعها في مقابلة معينة، لكن هذا أمر له علاقة بالأسلوب الشخصي للرجل ولا علاقة له بالسياق العام بالمضمون العام. في المضمون العام الحركة الإسلامية تعطي أبناء النواب الحق في المناورة السياسية، شرط أن لا نتخطى الحدود الحمراء، حدود وطنية ودينية، وهذه لا نتخطاها أبدا. ما دون ذلك نحن في حيز واسع من العمل السياسي. كيف بتفسر شخصية كبيرة في الحركة الإسلامية زي عبد الملك دهامشي، يعني بصب هذا التأييد المطلق الحار لا خطوة منصور عباس؟ عبد الملك دهامشي شخصية مهمة وكبيرة. صحيح. ومجربة، وأول نوابنا من نواب الحركة الإسلامية في البرلمان، والحقيقة كان له كمان أشياء لمصلحة الجمهور العربي الفلسطيني داخل دولة إسرائيل. صحيح. أعتقد قانون ضريبة الأملاك حصل عليها بطريقة شبيهة. يعني ذكرني شوي بعبد الوهاب دراوشي لما بكى بيتصرف تصرف معين مشان يأخذ إشي معين. نعم، النواب العرب تصرفوا هكذا تصرفت في الماضي، هي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نائب عربي
فعل هذا الشيء هم فعلوا ذلك لما أيضا. لما عبد الدراوشي راح اجتمع مع ياسر عرفات من وراء حزب العمل تذكر؟ نعم، لكن أكثر من ذلك لما أعطوا أرييل شارون أغلبية للانسحاب من غزة، هذه كانت على حساب أصوات العرب. ثم يوم أعطوا رابن إيش بسموه سياج ضامن لحكومته، نعم، وبالتالي هي ليست المرة الأولى. الذي يميز خطابنا هذه المرة الجرأة في طرح المواضيع. نعم، نحن نقول بأن مجتمعنا العربي يعاني من مشاكل جسام وقضايا كبرى لا نستطيع حلها بالفتات، لا نستطيع حلها بالفتات اللي نحصل عليه بشكل يومي. كل نائب منا يمارس نشاطه بشكل يومي، وهناك إنجازات نحققها لبعض المواطنين، لبعض البلدات، لبعض الرؤساء. أنا أتحدث عن إنجاز على مستوى المجتمع العربي، هذا لا نستطيع أن نصل إليه إلا من خلال عمل برلماني غير تقليدي، غير الأدوات التي تم العمل بها لسنوات طويلة. ونحن في القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية لا نخاف من أن نمارس هذا الدور. بيقولوا أنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحاول يستغل القائمة تبعتكم النواب القائمة العربية الموحدة ليحصل على أشياء سياسية لأن وضعه سيء، شو بتقول على هذا الشيء؟ معنا بس دقيقة ونص. أولا لسنا مغفلون لكي يستغلنا بنيامين نتنياهو، لا كل شيء له ثمنه. عن أي شيء مستقبلي سيتم الحديث معنا حوله، نحن نريد أن نرى ما هي الأشياء التي ستأتي في مقابله، وليس مجرد كلام وإنما أبعد من ذلك بكثير. وبالتالي في السياسة نعم هو قد يحاول، لكننا واعون لإمكانية كهذه ولن نعطي الفرصة. في مثل عندنا الفلاحين بيقول كله بغفيلك كله صحيح. أيوة نعم. أنتوا بتكون إحنا صحيين؟ طبعا احنا صاحيين، احنا هنا اصلا اذا بنكون صاحيين لا حاجة لمجتمعنا بنا، هو ارسلنا الى هذا المكان من اجل ان نترك الابواب بلا خوف بشجاعة، من اجل ان نحقق اشياء كبرى لمجتمعنا. غير هيك انا شخصيا ارجو انه زملاء النواب ما يزعلوا علي، غير هيك انا لا ارى جدوى في مشاركة في المشاركة في العمل السياسي النيابي. ممكن نخدم بلداتنا من المجالس، من المنصات العادية الوطنية، من النشاط الجماهيري. إما أنا جاي على الكنيسة مش مشان أمارس سياسة تقليدية. وليد طه معك نص دقيقة نجمل، لأنه بستنى البرنامج هذا اليوم برنامج ملان ببكاء، وأنت الآيتم تبعك كان أول آيتم، أول موضوع. تسلم. أنا أقول في بث مباشر كما أنا أقول بنصف دقيقة، مجتمعنا ينتظر منا الكثير، وتوقعاته منا كانت كبيرة جدا. وبالتالي إذا لم نمارس فن السياسة في المناورة الصحيحة بين من يشكل الحكومة، لأننا لا نملك كل الأدوات في قضية تشكيل الحكومة، كل من يشكل حكومة أو من يريد أن يشكل حكومة علينا أن نمارس المناورة السياسية من أجل تحقيق كل ما نستطيع تحقيقه من أجل مجتمعنا الذي يستحق، وهو يستحق إن شاء الله مجتمعنا يحصل على كل حقوقه. والله يعطيكم العافية ووفقكم لمصلحة أهلنا وشعبنا. شكرا. وكل مجتمعنا. شكرا لك وليد طه من القائمة العربية الموحدة، من القائمة المشتركة ومن الحركة الإسلامية. شكرا لك. إلى هنا سيداتي وسادتي من الكنيسة، من غرفة النائب وليد طه، أعيد البث إلى الاستوديو في الطيبة. شكرا لك زميل بسام جابر. ونبقى في هذا السياق، حيث ألمح الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة الليلة الماضية إلى إمكانية انفصاله عن القائمة المشتركة. واشترط عباس خلال حديث لقناة 20 العبرية قائلا: إذا سارت المشتركة في الطريق التي أعرضها فإنه على ما يبدو هناك احتمال أن تبقى المشتركة، ولكن إذا كررت المشتركة نفس الأخطاء وبقيت على نفس المواقف التي لا تجلب البشرى للمجتمع العربي فإنها ستفقد مصداقية بقائها. دعونا نشاهد معا تصريحات دكتور منصور عباس. إم همشوتفت تلاخ بدارخ هزوت شاني متسيق، אז כנראה שיש סיכוי שהמשותפת
تمشيخ لتكيم. إم رشماء المشتفة تخزور على الأتام تعيوت على الأتام عمدوت شلوم مفئوت بسرعة لخفراء عربية هي مأبادت إتها تصدكا لك يوم شلو. من ناحية عقب عضو الكنيسة الدكتور مطانس الشحادي قائلا النائب منصور عباس اختار قناة المستوطنين لإعلان انشقاقه عن القائمة المشتركة، هل هذه صدفة بأن يتم هذا الإعلان من قناة اليمين ونتنياهو الخاصة؟ وأضاف كنت قد بدأت مشوار السياسي في البرلمان إلى جانب النائب عباس إلا أن الأمر تغير عليه وبعد أن اختار المهادنة مع مواقف نتنياهو والليكود، هذا ليس نهجنا ولا نهج شعبنا الذي يريد حقوقه بكرامة وعنفوان أصحاب البلاد. وفي وقت لاحق عمم الدكتور منصور عباس بيانا قال فيه إن البعض ما زال مستمرا بنفس النهج بتزوير الحقائق أو إخراج بعض التصريحات عن سياقها أو بقص مقطع هنا يشمل عدم وضوح في التعبير وترويجه كتصريح خطير. وأوضح الدكتور منصور عباس قائلا نحن في الحركة الإسلامية وأنا شخصيا منصور عباس نريد لمشروع القائمة المشتركة أن يستمر. وتابع عباس نريد للقائمة المشتركة أن تكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب الذي انتخبها، وهذا لن يحدث إذا استمررنا بأسلوب المعارضة والوقوف على دكة الاحتياط. ما أقوله وطرحته هو تغيير لموضعة العرب في الخارطة السياسية في الدولة. للحديث حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع السياسية والشؤون الحزبية ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي مباشر المربي والناشط السياسي سميح أسدي، المرشح الأول سابقا ضمن حزب الوحدة الشعبية، والناشط السياسي زيدان سلفيتي عضو المجلس المحلي الشبلي أم الغنا. مساء الخير. مساء النور. طبعا الأسئلة ستكون منوعة للضيفين. من نبدأ؟ الأخ أسدي الآن، سميح أسدي، بالإجابة على السؤال ما رأيك بتصريحات دكتور منصور عباس التي أدلى بها الليلة الفائتة، خاصة وأنه يتحدث عن شرط معين؟ أرى بهذه التصريحات إعلان فك الشراكة مع القائمة المشتركة، رغم ما قاله بأنه يسعى لإبقاء القائمة المشتركة بأي ثمن، ولكن أن يقول مثلا قائمة لا تتصرف وفق عقيدتنا لن نكون بها شريك، طبعا التلميح أعتقد لقضية المثليين، واضح أن هذا إعلان لفك الشراكة. أيضا أعضاء كنيسة آخرين زي فرانسيس الشحادي قال لا يليق بعباس أن يكون قائد سياسي، منصور دهامشي قال عباس يمارس الهذيان السياسي، هناك تراشق واضح بين مركبات القائمة المشتركة التي تشير بأن القائمة لن تستمر بتركيبتها الحالية. هذا شيء مؤسف، وأعتقد أن القائمة المشتركة يجب أن تبقى قائمة مشتركة، ولكن يجب أن نعرف ونعي أن الفوارق والاختلافات في وجهات نظر ما هي يجب أن تكون سببا مهما جدا في إبقائها، لأننا بهذا الوقت بحاجة لقائمة مشتركة. ولكن عندي أنا رأي آخر، كان سابقا ما يسمى لجنة الوفاق التي سعت بكل الطرق لتشكيل قائمة مشتركة، الآن ما سميت بحينه ليلة الوفاق لم تعد صالحة لهذا الموضوع. أعتقد يجب أن هناك لجنة توجيه، ولجنة التوجيه تفرض على مركبات القائمة المشتركة تركيبة، والتركيبة برأيي الخاص وقلته سابقا أن القائمة بتصرفاتها الحالية تصرف بشكل حزبي، يعني أعضاء الكنيسة يتصرفون من منطلق حزبي، يغيبون أهم الناس بكثير من الأحيان، ولذلك حتى هذه القائمة تكسب ود الناس وثقة الناس يجب إدخال إلى هذه القائمة على الأقل 4 مرشحين غير حزبيين في أماكن مضمونة. هؤلاء 4 المرشحين بالتأكيد ستعطي للشارع شعور أن القائمة المشتركة هي فعلا مشتركة لكل الناس. أخ سميح، طبعا سنستعرض كل الأمور الخاصة بالقائمة المشتركة، ولكن أريد أن أسأل الناشط السياسي زيدان سلفيتي، أنت طبعا لك تعقيب على تصريحات منصور عباس، حسب رأيك هل هي صدفة ظهوره على قائمة اليمين على شاشة اليمين المعروفة بأنها شاشة يمينية، خاصة وأنه يتحدث عن شروط معينة؟ يعني
مساء الخير للجميع. اللي بدي أقوله أنا شخصيا، أنا مش ضد آراء الدكتور منصور عباس. أنا اللي بقوله وبدعم أخرى الدكتور منصور عباس على فكرة. ليش؟ لأنه ما بصرش إحنا عنا في المجتمع والوسط العربي 15 عضو كنيسة، 15 عضو كنيسة مش عارفين يجيبوا ولو أصغر إنجاز للمجتمع والوسط العربي. أنا اللي بقوله ودائما قلت سابقا وأقول حديثا، إذا الأعضاء الكنيسة نواب العرب الكنيسة ما بيحطوا إيديهم في مع الأعضاء الكنيسة اليهود ومع الحكومة اليهودية ومع مع الرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من الصعب جدا نيل إنجازات. ليش؟ ما هو اللي بيعطي يا أخي العزيز، كلياتنا بنعرف إنه هو رئيس الحكومة، مفتاح الشبر يعني. مفتاح الشبر هو رئيس الحكومة السيد بنيامين نتنياهو. أنا ما بقدر أروح على حكومة الأردن وعلى تايلاند وعلى على أي محل أين كان أجيب ميزانيات. الميزانيات موجودة عند رئيس الحكومة، هو المفتاح تاعها الأول والأخير. وليست اللي عمله السيد منصور عباس هو بمصيبة وليست كارثة، ولكن الإنسان استنتج، أنا حسب رأيي الخاص، استنتج بأنه لا محالة إلا من الاندماج والتقرب من السيد بنيامين نتنياهو وحزب اليمين لكي يحصل على إنجازات للمجتمع العربي، وغير ذلك من قسم المستحيل. وأنا بقولت سابقا بقول وبردد، بلا ما تكون يا عمي أنت إنسان مقرب من وزيرة من رئيس الحكومة ومن وزراء اليهود وبالمشاركة، صعب جدا تحصل على ميزانيات، لأن الميزانيات والرأي الأول والرأي الأخير هو موجود عند السيد بنيامين نتنياهو. وصلت الفكرة أخ. إذا تسمع دعني أخ زيدان، دعني أعارض زميلي على المنصة. أنا أقول أن المجتمع في أي قضية تعرضه؟ في قضية داعم نتنياهو. المجتمع الإسرائيلي هو في حالة من التفكك السياسي والاستقطاب الفكري. لا يوجد أي قائد حاليا في هذا الوقت يستطيع أن يستقطب وأن يجمع حوله مجموعة من أعضاء الكنيسة والبرلمان لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الجوهر ولب الصراع العربي هو قضية الفلسطينية. وبعكس يمكن دعه يناقش، آسف، وبعكس ما يظهر على نتنياهو كأنه شخصية قوية ظاهريا، هو إنسان ضعيف وهش وقابل للابتزاز. ويضيف على ذلك أمرا آخر ليس لصالحه، أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي كلها قوائم صغيرة بما فيها حزبه، حتى تستطيع أن تحدث هو قابل للابتزاز. هل بسبب ضائقته يعني بالمحاكمات أولا شابه؟ بسبب ضائقته بقضايا الفساد فهو في حالة من الضياع. ثانيا هو إنسان ضعيف، هو ضعيف أعتقد وهش حتى بدون الضائقة التي يعاني منها والتي هو بصدد بدء المحاكمات الوشيكة. أنا أعتقد نحن دولة إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي، وليس من باب المدح لرابين أو شارون، وحزب يتعدى عدد أعضائه 40 حتى يكون هو المحور الأساسي ويدور بفلكه أحزاب أخرى صغيرة. يستطيع هذا القائد من خلال هذا التركيبة أن يفرض حلا سياسيا إذا كان مقتنعا بالحل السياسي، وأنا أقصد حل الحل الإسرائيلي الفلسطيني. وهذا إذا الأساس. طبعا إذا تعارض أي فكرة يقولها الأخ سميح بإمكانك طبعا عرض ذلك. أخي العزيز، أنا اللي بدي أقوله للسيد سميح الجميع مواطنين دولة إسرائيل ككل، حاولت دولة إسرائيل عبر 3 معارك انتخابية بشهر 4 وشهر 9 وشهر 2-3
وكل هذا لم يكن مجدي إلا بنيامين نتنياهو رجع وكان رئيس حكومة دولة إسرائيل، وما زال يتصدر الاستطلاعات حتى الآن، وما زال يتصدر الاستطلاعات الرأي أنه سيكون وسيبقى السيد بنيامين نتنياهو. هذه هي الحقيقة. الإنسان يجب أن يكون واقعي ويعترف بالحقيقة. أنا مش شايف أنه بالانتخابات المقبلة اللي ممكن تكون فعلا لحديت بشهر 3، ممكن تكون 23/3 ممكن جدا، أو بشهر 6، أنه بنيامين نتنياهو رايح يروح. بالعكس أنا شايف أنه حزب يزداد قوة، يزداد قوة يوم عن يوم، لأن الكل شاف السيد بنيامين نتنياهو. أنا ما بدي أمدحه بشكل خاص، وأنه لأنه هو فعلا رجل وشخصية بارزة. أنا بعمل سلام، إياه عمل سلام بين البحرين وبين الإمارات، وقبل يومين كيف تنظر إلى تعرفون ذهب إلى السعودية، وهنالك هو يحاول أنه إدراج كل جميع الدول العربية استقرابها. يعني أنت من المؤيدين للتطبيع بهذا الشكل أيضا؟ لنستمع لرأي الأخ سميع. تفضل. لا يوجد سلام، السلام يصنع بين قوى متخاصمة، فأن نقول أنه صنع السلام مع الإمارات والبحرين لم يكن حالة هذا شيء غير صحيح إطلاقا. القضية القضية قضية تطبيع علاقات كما يسمى، وتطبيع أصلا موجود من زمان، مش من اليوم التطبيع موجود. لا يوجد سلام، والشعوب العربية لا تريد السلام بمفهومه، بمفهوم القيادات العميلة لأمريكا والخائنة لقضايا شعبها. هذا ليس سلام، هذا ما يسمى استسلام، ويسمى هاي مؤامرة على القضية الفلسطينية، وهي القضية الأساسية في الشرق الأوسط. بدل من أن يذهب نتنياهو وحكومة إسرائيل إلى الأمارات والبحرين، فليذهب إلى رام الله، إلى رام الله، فليضعوا إصبعهم على الجرح لحل القضية الأساسية والقضية الفلسطينية. ولن يكون سلام بين إسرائيل والعالم العربي بدون حل القضية الفلسطينية. هذا ليس سلام، هذا ادعاء كاذب. من خلاله إسرائيل ستدخل من هذا السلام إلى البحرين والإمارات، وستصبح مرتع للمخابرات الإسرائيلية. أخ زيدان، أتنكر أن ما قاله نتنياهو سلام مقابل سلام فقط؟ يعني طلع دائما السياسيين أو السياسيون بشكل عام التصريحات تكون شكل، والموجود والحقيقة تكون بشكل آخر. هو فعلا هو بيعني يعني بالنسبة للخليج سلام إقبال سلام، لأنه ما بده يسلم أرض من النقب أو من الهضبة أو من أي مكان، بده يعطين أرض. فهي القضية يعني الأصلية بين تسليم الأرض بين اليهود، بين دولة إسرائيل والفلسطينية، هي فقط مع الدولة الفلسطينية. وهذا خلافه مش مع الإمارات ولا مع أبوظبي ولا مع الكويت ولا مع السعودية الحقيقة. فأي إشي بيكون يعني سلام إقبال سلام، فهو فعلا يعني لا تصرحته سلام إقبال سلام، ولكن إقبال السلام يوجد مصالح كثيرة أنا أرى بها خير لجميع المواطنين، إن كان في دولة إسرائيل وإن كان في البحرين وإن كان قطر. بالعكس تعزز وتقوي المصالح اليهودية العربية مع الجميع. أنا لا أرى غلطا في ذلك. هو ما بده يسلم الأرض، تسليم الأرض والسلام. نعم نحن لا ننكر أنه في قضية فلسطينية نهائيا، إحنا لم يكن أنه في دولة فلسطينية أو في بحقلين أو بحقلين، لا بالعكس. يعني أبو مازن قبل جمعتين بقى زعلان ويقول هاي شو اللي عملوا مع السلام مع البحرين وكذا، بعدها عاود غير تصريحاته وقال نعم إحنا مع السلام مع البحرين ومع الإمارات ومع كلياته. أنت بتشوف رجال السياسة بتغير حسب المصلحة، الرأي يتغير ويختلف حسب المصلحة الحالية. طبعا الفلسطينيين يريدون سلام مقابل شيء معين، سلام لم يحصلوا على شيء معين. ماذا تقول برأيك؟ السلام يا أخي يصنع بين دول متحاربة. لم تكن إسرائيل ولا مرة في حالة حرب مع الأمارات والبحرين، بالعكس هناك علاقات قبل التطبيع وقبل ما يسمى كذبا السلام منذ، وهناك زيارات وفود إسرائيل، وهناك أيضا عقود تجارية بين الدولتين. هذا ليس سلام. والمؤسف جدا في يعني هذا، يعني تعتقد أن السلام مع الإمارات يشبه السلام بين إسرائيل وأستراليا مثلا؟ هو يسمى كذب، هذا مجرد تسمية. يريدين ضر الرمل في عيون الناس. نتنياهو يريد أن يكسب شعبية أكثر،
فيظر يبذر الرمل في عيون الناس كله كذا. ولكن جميع ولكن الشعب الإسرائيلي مؤيد له وحتى الأحزاب المعارضة يعني. الشعب الإسرائيلي تقف إلى جانب لم نرى في قضية السلام. لم نرى حماسة منقطع النظير من الشعب الإسرائيلي تجاه هذا السلام، لأنه لا يشعر بأن شيئا جديدا أدخله نتنياهو في هذه العملية. الشعب الإسرائيلي يريد أمنا، والأمن الإسرائيلي هنا في القدس، في رام الله، في غزة، هنا. إذا صنعوا السلام مع السلطة مع 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 الفلسطينيين سيكون أمن لإسرائيل. هذا سلام لا، هو ليس سلام. والمؤسف جدا، جملة أخيرة، أن القائد الفلسطيني أبو مازن في هذه المرحلة بعد قبل أن يتسلم بايدن الرئاسة في أمريكا، أعاد التنسيق الأمني وأعاد سفيرين إلى الإمارات وإلى البحرين. أنا لا أدري كيف يتصرف بهذه السرعة، ولم نعرف حتى الآن ما هو مواقف بايدن الحقيقي. ما يصرحه قبل الانتخابات لن يكون ما بعد الانتخابات، وخاصة جملة أخيرة أن معظم القيادة التي تدور في فلك بايدن وحوله كلهم من المغرمين بإسرائيل، وكلهم يريدين من بايدن أن يستمر في أسلوب المفاوضات من أجل المفاوضات مع الفلسطينيين دون حسم المعركة وحل القضية الفلسطينية بإنشاء دولة فلسطينية لجنب إسرائيل. سنواصل الحديث معكم، نخرج الآن لفاصل قصير ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم، ابقوا معنا. معكم من جديد. خلال اللقاء في بث حي ومباشر لقناة هلا، صرح الوزير بيني غانتس رئيس الحكومة بالإنابة قائلا لبسام جابر يحاور أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجر البلاد لانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه في حال جرت انتخابات فلن تخوضها قائمة كحول لافان بقائمة مشتركة مع يش عتيد برئاسة يائير لبيد، مؤكدا أن حزبه سيحصل على أصوات أكثر من حزب يش عتيد. وردا على سؤال حول القائمة المشتركة قال بيني غانتس: أنا لا ألغي شراكة مع أي طرف بشرط أن لا يكون ضد دولة إسرائيل، وللأسف قسم من مركبات القائمة المشتركة لديهم تصريحات ومواقف ضد دولة إسرائيل. وتابع متطرقا للدكتور منصور عباس وقال إنه يجر بصوته أنه يتاجر بصوته من أجل تحصيل ميزانيات وأمور أخرى ضمن ألعاب سياسية قديمة ومعروفة. وأشار الوزير بيني غانتس خلال المقابلة إلى أن كحول لافان تجري اتصالات مع شخصيات من الوسط العربي لضمها للقائمة. دعونا نشاهد معا مقتطفات من المقابلة الخاصة مع رئيس الحكومة بالإنابة بيني غانتس. שום גורם ושום צד של המפה הפוליטית ובלבד שהוא לא יהיה נגד מדינת ישראל. לצערי חלק מהרשימה המשותפת מחזיקים בדעות, עמדות והצהרות שהן אנטי מדינת ישראל. הם לא בעד משהו בתוך מדינת ישראל. זה מעט למי מקשה. אתה מתכוון? תראה, בסוף הגורמים הטיפה יותר קיצוניים בתוך הרשימה המשותפת אחרי משרפים את העניין הזה. חבר הכנסת מנסור עבאס עכשיו כאילו שובר לכיוון מסוים, אני לא רוצה להגיד ימין, השמאל, המרכז, כי הכל רגיש עכשיו. אנחנו אומרים אין יותר ימין, אין יותר שמאל, אתה יודע, אתה יכול להגיד לי את זה. וזה גם כל מילה עכשיו, תופסים אותך על המילה. מה דעתך על מה שהוא עושה? תראה, הוא עושה את זה מאינטרסים לוקליים לחלוטין, עושה מסחר בקול שלו, במובן הזה שהוא נותן את הכל בשביל לקבל תקציבים או דברים אחרים, זה משחקים פוליטיים משנים ומוכרים. אבל זה עושים את זה הרבה מפלגות יהודיות. בסדר גמור, לכן הוא ממצא את כוחו הפוליטי, אני מכבד אותו בתור מה שהוא מנסה לעשות. כן, אתה מכבד אותו על זה. אני מכבד כל נציג פוליטי שמנסה לקדם את האינטרסים שלו, ובלבד שזה יהיה במסגרת החוק. במשותפת ישנו ויכוח. מי עם בני גנץ, עם כחול לבן, מי עם הליכוד. ואומרים שאיימן עודי הוא קרוב אליך, ומנסור עבאס הוא יותר לראש הממשלה. מה אתה אומר על זה? יכול להיות. בסך הכל הפגישות שלי עם איימן עודי ועם אחמד טיבי, ובכלל הכבוד שאני רוחש כלפי חברי כנסת הערבים הוא ידוע. אני מכבד כל אדם באשר הוא אדם, ואין שום בעיה עם הסיפור הזה. כל אחד שולך אכן תהיות ליבו, ככה זה. כן. באיזה מידה כחול לבן תפנה למגזר הערבי על מנת לקבל את תמיכתו בבחירות הבאות?
תראה, אנחנו בכל הקמפיינים פנינו למגזר הערבי, עובדה שנפגשנו על הרקע הזה והתראיינתי אצלך ונפגשנו כמה וכמה פעמים. זה היה כמעט סקופ, כמעט הפך את כל המדינה שהחלטת לבוא ולטייבה, וגם אחר כך אנחנו באנו אליך ולהתראיין למדיה בערבית, ואחר כך התראיין גם ראש הממשלה, אם אתה... כן, ואפילו גם התראיינתי בנצרת, סליחה שאני אומר, שיש עוד ערוצים שמשדרים. אבל מה שאני אומר באמת, לא רוצה להגיב על הדברים שצריך. החברה הערבית היא חלק מהחברה בישראל. אני שכן של כפר קסם, אני שכן של כפר ברה, ואני חושב שאין שום סיבה שלא נעמוד בקשר, לא נעשה דברים בשותפות. זה מדינה שלנו. זה לא מדינה שלי או מדינה שלכם. זאת מדינה שלנו. זה האינטרסים שלנו. לחברה הערבית יש צרכים מהותיים. יש לה צרכים בתחום התכנון והפיתוח. הנה הצלחנו לקחת עכשיו אנחנו, בסופו של דבר, לשנות את המדיניות בהפעלה של חוק קמיניץ, שיהוי באכיפה, הגברת התכנון, על מנת שנוכל לקדם את התכנון של הבינוי ביישובים הערביים. אני בעד מאבק, אנחנו היום ביום המאבק באלימות נשים, לצערי יש הרבה מאוד מקרי אלימות כנגד נשים בחברה הערבית, אנחנו צריכים לפעול נגד העניין הזה. אנחנו חייבים להמשיך ולפעול ולחזק את התעסוקה בחברה הערבית ואת ההשתלבות המלאה בהשכלה, בחינוך ובתעסוקה, לחימה נגד הפשיעה ונגד הנשק שמסתובב בתוך השטח. זה החברה שלנו, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, אתם חלק מאיתנו ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד ביחד. האמת שהשפה הזו חדשה למגזר הערבי, אני כעיתונאי אומר את זה, זה שהיחס הזה למגזר הערבי, אני לפחות מאוד אהבתי. יש נושא אחר, שהוא אותו נושא, היום נפגש ראש עיריית תל אביב עם ראש עיריית טייבה, שועה מנסור, ואני מניח שהציע לו שיתוף פעולה, כי אני הבנתי משועה שראש עיריית תל אביב רץ לראשות הממשלה, מקים רשימה, לא יודע, מצטרף לרשימה, מה אתה יודע על זה? א', זכותו של כל אדם לרוץ, אני מכיר מהתקשורת וגם מתוך שיחות שהוא שוקל לרוץ לכנסת, וזה בהחלט לגיטימי, ולבחור מועמד ערבי זה בוודאי ובוודאי לגיטימי לתוך הרשימה, ונראה לאן זה ילך. אתה באת במגעים עם אישים ערביים? כן. יש שמות שאתה יכול? יש שמות. אתה עושה להם פרסומת אדירה עכשיו, אתה בשידור חי. יש שמות, והשם היחידי שאני אחזור עליו כרגע זה בני גנץ לראשות הממשלה. שיהיה בהצלחה. אבל אני מניח ש... אבל אני במגע עם חלק מהאנשים, ואני מקווה שהדברים יסתדרו ונערך כשזה יהיה רלוונטי. כן, כי המדיניות שאתה הכרזת עליה כל הזמן, לדעתי, עובדה שהמשותפת שיתפה פעולה איתך בצורה זו אחרת, חשבה להצטרף, להיות גיבוי, כל מיני צורות, אבל אתה בהחלט יכול לאסוף קולות מהמגזר הערבי, או תמיכה במגזר הערבי. כן, תשמע, אני אפנה למגזר הערבי, אני מצפה לקבל את התמיכה של המגזר הערבי. מה שאמרתי לך עכשיו, זה התפיסה שלי, וזה גם צורת הפעולה שלי, ובסופו של דבר אני משרת גם את צורכי המגזר הערבי. אני מבין את הנטייה הטבעית להצביע למרכיבי הרשימה המשותפת. בסוף אני מבין שהיא מגיעה מתוך המגזר, ואני מגיע מחוץ למגזר. אף על פי כן, אני חושב שצריכים לחפש את כל מקום שבו אפשר לקדם שיתוף פעולה, והצבעה חוצת מגזרים בעיניי זה מבורך לחלוטין, ואני מקווה שהדברים האלה יסתדרו. ואני אומר לך שאני מסתכל עכשיו בקורונה. אנחנו נמצאים עם משרד הביטחון ופיקוד העורף בלמעלה מ-75 רשויות ערביות. ואנחנו משרתים מאות אלפי אנשים. כאילו מה אתה עושה לרשויות האלה? כן, מסייעים עם אנשי חיל, מסייעים עם תקציבי הסברה, עם בידוק, עם דיגום, עם סיוע לאוכלוסייה, עם חלוקת מזון, עבודה עם הרשויות המקומיות. אני עושה שיתוף פעולה איתם הרבה יותר גדול מהקולות שאני קיבלתי. מה זה אומר? זה אומר שהם אזרחי מדינת ישראל. אני אפילו לא זוכר. בפעם הראשונה קיבלת קצת יותר ממנדט, הפעם השנייה פחות. אם אתה סופר ביחס את האוכלוסייה הדרוזית ואת האוכלוסייה הערבית, אתה מגיע למספרים האלה. אבל אני אומר עוד פעם. רגע, הדרוזית, בוא נדבר על הדיר. אנחנו תכף נדבר על מה שאתה רוצה, אבל אני רק אומר שאני משרת את אוכלוסיית ישראל הערבית באותה מידה שהם מצביעים לי או לא מצביעים לי. גם אם לא ישימו לי כל אחד, הם יקבלו את השירות שלי עד הסוף. לא, אבל אני לא יודע אם זה היה שיקול כאילו שאתה הקפדת עליו, שזה היה מתוכנן מראש, אתה הבאת מועמדת מהמגזר הדרוזי.
שהיא מועמדת מצוינת, וגם המגזר הדרוזי הוא מאוד חשוב וזה, אבל אתה לא לקחת מועמד מוסלמי, לדוגמה, זה היה בכוונה או שזה... לא, קודם כל, תיקח בחשבון שיצאנו לדרך, באמת אני אספתי את חברי הכנסת לרשימת חוסן, ומשם לכחול לבן, באמת אחד-אחד, באופן אישי, באמת לא על בסיס של ניסיון גדול מדי, אלא פשוט על התרשמות אישית ועל דרך שבה חשבתי שנכון ללכת. אני במגע עם כמה אנשים במגזר הערבי, ואני מקווה שנמצא את הדרך לשלב אותם בתוך הרשימה שלנו. איך היחסים שלך עכשיו עם רדיר? אין לנו שום יחסים. אנשים שעושים הפוך ממה שהם אמרו לי, אני לא נכנס לזה, אני מאחל לה בהצלחה ואת כל הטוב שבעולם. הייתה הצעה שאני חושב שמקורה בליכוד בצורה זו אחרת, אני לא בטוח, להוריד את אחוז החסימה בבחירות הבאות. אתה, מה דעתך בנושא הזה? אני חושב שצריך להעלות את אחוז החסימה, ובטח לא להוריד אותו. ולכל היותר להשאיר אותו כמו שהוא, ככלל הייתי מעלה אותו בעוד איזה 0.25% בשביל ליצור מצב שיש פחות מפלגות קטנות ויותר מפלגות גדולות, אבל בטח לא להוריד אותו. יש לך משהו לומר למגזר הערבי לפני שאנחנו מסיימים? כן. אנחנו בשידור חי שוב, אתה יכול... שידור חי, ושידור חי שישוחזר. כן, כן. אז גם לאלה שצופים בנו כעת, לאלה שיצפו בנו בערב, ואלה שיצפו לנו בשלוש לפנות בוקר, אני רוצה להגיד באמת את הדבר הבא, באמת. תראו, אני אומר דרכך ולמצלמה לחברה הערבית, אתם חלק מהחברה בישראל. אתם זכאים לחינוך כמו בחברה בישראל. אתם זכאים לפיתוח תשתיות כמו בחברה בישראל. אתם זכאים לשמירה על חוק ומשפט כמו בחברה בישראל. אתם זכאים למדיניות רווחה כמו בחברה בישראל. אתם גם זכאים לביטחון שאנחנו עם צהל שומרים גם עליכם ולא רק על היהודים במדינת ישראל. אתם חלק מהחברה הישראלית. זה הפשיעה במצרים. כן, זה, בשביל זה דיברתי על חוק ועל סדר ועל משפט. זה במקום השלישי בסדר עדיפות הלאומי. ואני חוזר ואומר לכם, מהו סדר עדיפויות שלי? מקום ראשון חינוך, מקום שני פיתוח תשתיות, מקום שלישי שמירת החוק, מקום רביעי מדיניות רווחה הוגנת, מקום חמישי ביטחון. אנחנו צריכים לשרת את כל האזרחים במדינת ישראל. אני לא עושה לכם טובה, זה המדינה שלכם, זה הזכות שלכם, ואות החובה שלי. إذن نعود أعزائي المشاهدين مرة أخرى إلى الضيفين العزيزين هنا في الاستوديو. الأخ زيدان سلفيتي والأخ سميح أسدي. طبعا هل لديكم تعقيب على أقوال بيني جانتس في لقاء مع زميل بسام جابر؟ نعم، إلي تعقيبنا على السيد بيني جانتس. هو بقول، أنا حسب مكالمته والحوار تاعه، أنه بقول السيد منصور عباس يتاجر في صوته من أجل ميزانيات. أنا بحب أقول له لجانتس، أنت تجرت قبل منصور عباس، انت اول واحد ما ركضت تركض عند نتنياهو. هن اعطوه الثقة ووصوا عليك امام رئيس دولة اسرائيل السيد روفي ريفلين، واعطوك ومنحوك الثقة، والسيد بيني جانتس كان معك 61 صوت مع القائمة العربية المشتركة انك تكون حكومة، ورفعت ايديك واستسلمت. فلماذا انت تعاتب السيد منصور عباس؟ أنت من فعلت ذلك أولا، أنت من ذهبت إلى نتنياهو، أنت الذي لا تريد مشاركة القائمة المشتركة. لما هذا التزييف؟ يعني كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة مع المشتركة؟ نعم كان ممكن يكون، والإشي أجل إيده، كان معه 61 عضو كنيسة، المندات كان بيديه وفلته وراح قال له تفضل يا سيد بنيامين نتنياهو أبو يائير، أنا ما بقدر بما معناه أدير حكومة إسرائيل. فنعم السيد، أنا نعم أنا أدعم السيد منصور عباس يروح عند نتنياهو، طبعا بده يروح. عقب ما خيبة الأمل 15 عضو كنيسة من المشتركة أعطوك ومنحوك الثقة، أنت انهزمت وهربت من المسؤولية لكي لا تقول أنا أريد أركب حكومة مع القائمة المشتركة. أنت أول من خجل، أنت أول من استحى أمام مواطنين دولة إسرائيل تركب حكومة مع القائمة المشتركة. أي اليوم ولا ما تلومها على السيد منصور عباس. أنا بقول للسيد منصور عباس المرة الجاي روح مع بنيامين نتنياهو دغري،
لانه هاي الحقيقه. انت يا بني قالتس انت نعم السيد منصور عباس بده مصالح، احنا في عندنا مشاكل عالقه وحارقه، عندنا الهدم، عندنا قانون كامنتس، عندنا الاسلحه، عندنا العنف، عندنا القتل اللي قاعدين نشاهده في البلاد والبلاد العربيه والوسط العربي، في عندنا مشاكل عالقه بدها حلول. اذا ما بحط ايده وايد نتنياهو وزراء اليهود واعضاء الكنيسة اليهود لا يمكن ينحل ولا اي شيء. اذا اخ سميح اسد وجهه نظرك في هذا الموضوع الذي تحدث عنه الاخ زيدان. نعم انا لا يعنيني ان كان مع نتنياهو او لم يكن مع نتنياهو. غانتس لا اقول انه فقد المصداقيه، غانتس بلا مصداقيه قبل ان يخوض معركه الانتخابات، اصلا تاريخه حافل عسكريا، ولا اريد الخوض هنا بما فعله بأبناء شعبنا. نراقب الجانب السياسي خصوصاً وأنه والقائم انفكت يعني راح لجهة وراح لجهة. والجانب السياسي نعم يتشدق غانتس هير غانتس ويقول هنا أنه يريد المساواة للمواطنين العرب، يريد أن يحقق المساواة بكل المجالات. أين كان غانتس من قانون القومية؟ أين غانتس كان من قانون كامينتس؟ أين كان من قانون خلينا نقول من صفقة القرن؟ هاي أشياء كلها تهم قضية شعبنا الشعب الفلسطيني. أما هذه التصريحات في الهواء هاي فقط لكسب الصوت العربي، وللأسف الشديد مجتمعنا العربي قصير النظر، يجب أن نحاسب الشخص على مواقف اتخذها، على ممارسات مارسها ضدنا. نعم أخذ 15 عضو كنيسية وذهب به هدية إلى نتنياهو. أين كان غانتس من قضايا كثيرة؟ لم نسمع غانتس إطلاقا، لم يصدر أي تصريح به يطالب بالمساواة، لم يأتي بأي اقتراح للقضاء على قضية العنف في الوسط العربي. نحن لا نريد شعارات، نريد أفعال، وهذه الأفعال لا تكون إلا بالقول ويقرنه بالفعل، وأيضا يجب أن نجند آخرين، مش بس حزبه وأحزاب آخرين، يجب أن يبدأ بنفسه. غانتس بالنسبة لي لا مصداقية له. طيب أنا من المفضل أن نعود مرة أخرى لموضوعنا الرئيسي هي القائمة المشتركة. كيف تقرأ أخ زيدان البيان الصادر عن منصور عباس مساء اليوم الذي أكد تمسكه بالقائمة المشتركة وقال فيه إن هناك من لا يغفر لي أنني أضع الإيجو العربي جانبا؟ طبعا السيد منصور عباس، أول شيء أنا نتمنى إنه إن شاء الله المشتركة تظلها مشتركة، ولكن أنا شايف لك المشتركة حقيقة إنها هي المتفككة. ليش؟ لأنه الصحيح فيش ثقة بين بناتهن، بين لكل المواطن العربي والوسط العربي. أول شيء أعضاء الكنيسة نفسهم لا يثقون أحد بالثاني، كل واحد بيشتغل، لا أحد يعلم يد الشمال لا تعلم ما تعمله يد اليمين. فاهم علي؟ اللي بقوله أنا يعني أنا بقول يعني مثل تصريحات الدكتور شحاد مطانس يعني، وإنه حكى وكذا. يا أخي يا سيد شحاد مطانس يعني نظل مكتوفين الإيدين وبنقول بدنا نعمل، إحنا بدنا نظل نقول مواضيع إنشا والشعارات الرنانة. يا أخي كفانا شعارات رنانة ومواضيع إنشا، إحنا بدنا أعضاء كنيسة تشتغل للوسط العربي. ما بصير إحنا كل مرة بدنا نظل نحكي ونظل نتعاطف، كل مرة بتيجي انتخابات يا جماعة وقمونا وحطونا، ما بصير هذا الحكي. إحنا الشعب بحاجة لإنجازات، عندنا مشاكل عارقة وحارقة. عندك هدم البيوت قبل يومين، يعني لما يهدم بيت في كفر قاسم يشلع القلب في ملايين ملايين الشواكل. أين أنتم من هذا؟ أين إلغاء قانون كمتس اللي طلعت وتحكي يا أيمن عود وكمنا وحطنا؟ إيش كمت وإيش حطيت؟ أصلا هذا القانون قانون قائم، اللي انعمل هو انعمل لازم توضح للناس، انعمل تسهيلات لحديث سنة 2018
لن يضم، ما قلتوش تعالوا ضموا اللي بنوا بال 2019 وبال 2020 بمجرد تسهيلات، وطلعت تقول انا عملت وهذاك عمل وكله قال. ليس هو الوحيد، قالوا اكثر من واحد. نعم نعم، احنا هاي هي المشكله عندك، بدك الغاء يا عمي او الغاء لك كمان صحيح. تعالوا اعملوا ساعدوا المجالس المحليه سلطات الرؤساء على الخرائط التفصيليه لتوسيع جدر البلاد لكي نبتعد عن هذا الهدم وعن هذا البيوت في دولة إسرائيل. في عندك أكثر من 55 ألف بيت معرض للهدم، وهذا يعني تعرف الإنسان مسكنه، لأن الإنسان يروح بيته فراحت كل حياته. الإنسان بقضي عمره تيبني بيت ويسعد أولاده وزوجته أولاده ويبني مستقبل، بيجي بيوم وليلة بيهدو لك يا وهن قاعدين بعدهم بخرفوك خراريف زي ستة الله يرحمها. تعالوا اشتغلوا، احنا بدنا شغل، بدنا عمل. في عنف. هاي المرأة اللي قتلت في عرابي حتى اليوم مرأة وراها خمسة أولاد. العنف والجريمة والأسف. سمع للأخ أسدي. نعم. في هذه النقطة ماذا تقول يعني؟ نعم. هو يقول أشياء واقعية تقريبا يعني حسب ما نسأل. الأعضاء العرب 15 هم معارضة، ثانيا هم عرب فلسطينيون، ثالثا هم مهمشون. القائمة العربية بتركيبتها 15 عضو هم ليسوا مسؤولون عن قانون كامينتس ولا عن قانون القومي، هم كأبناء شعبهم هم ضحية في هذه القوانين. من يجب أن يغير هذه القوانين هي الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي والمفكرين والمتعلمين الإسرائيليين. يجب أن يكون هناك حراك شعبي على مستوى الشارع الإسرائيلي وجريء. لا يجوز أن نستمر في التعامل مع الشعب العربي الفلسطيني، الأقلية الفلسطينية، الأقلية الأصلانية بهذا الشكل، التمييز الصارخ، ويتعاملون معنا وكأننا طابور خامس وكجسم مشبوه. لا يمكن أن يتم هذا الشيء إلا إذا الحكومة الإسرائيلية أبطلت هذه القوانين المشفة بقناعة أن من يعيش معنا ويشكلون 20% من الدولة هم مواطنون متساوي الحقوق. يجب ألا نتهم القائمة المشتركة بهذه القوانين، ولكن ممكن أن نلومهم على الأداء، نلومهم على بعض الأشياء التي لم يعملوها كما يجب، نلومهم على الوضع الحالي. الآن القائمة الأحزاب العربية كلها أعتقد هرمت. كيف هرمت؟ في هناك تراجع بالمشاركة الشعبية في الفعاليات السياسية، ويمكن يكون السبب أن هناك حالة يأس بين الشباب، لأن الشباب اليوم في حالة من اليأس المرير بسبب غياب الأفق وغياب الأمل. اثنين، في تراجع بالانتماء الحزبي عند في هناك غياب فكري للأحزاب، الأحزاب بتطرح فكر، والأحزاب اليوم تدار من مجموعة متنفذة داخل الحزب، وهي المجموعة عادة تقوم بفعاليات مسيحية. أنت أخ سميح أسدي، بالنسبة تحدثت عن الحزب، ولكن كانت هناك فكرة عندك طبعا مع زملائي لك. نعم. عن حزب الوحدة الشعبية. نعم. ما هي آخر التطورات المتعلقة بالحزب، وهل ستجرب مرة أخرى المشاركة في الانتخابات القادمة؟ أستطيع أن أقول لك جازما أن حزب الوحدة الشعبية الآن غير موجود. نحن سعينا، نحن مجموعة من الشخصيات الوطنية والشخصيات الاعتبارية لإنشاء حزب في ظروف كانت سيئة للقائمة المشتركة لما كانوا حزبين وانشقوا عن بعض وأصبح وضعهم في الحضيض. رأينا من المناسب بحينه أن نشكل حزب. نحن بنفس الظروف الآن. نعم. نحن بنفس الظروف الآن. لذلك هل سمعت بأن رئيس بلدية تل أبيب حلدائي يحاول أن يجند جمهور عربي؟ نعم. لقائمة جديدة، وخاصة أنه التقى مع رئيس بلدية الطيب شعاع منصور مصاروي. هناك محاولتين، الأولى رئيس بلدية تل أبيب، والثانية رئيس بلدية حيفا يهف، والذي يسعى لتشكيل قائمة عربية يهودية. في هذا الوضع، في ظل هذا الخلاف، أستطيع أن أجزم أن وضع القائمة المشتركة سيكون سيء جدا 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 إذا استمروا. ولذلك يجب أن نستبق
في الخلاف بالوحدة أم إذا استمروا في الخلاف في المناكفات. ولذلك المطلب الجدي الآن هو ترميم وإصلاح ما يسمى هذا العطب الذي نشأه. وأنا قلت يجب أن يكون هذا الاختلاف في المواقف في العقل في العقيدة في المنهج عامل إيجابي بالذات نحن نعيش ظرف خاص. وإحنا رأينا عندما اتحدت القوائم العربية في قائمة مشتركة حصلوا على 15 وهذا عدد يفوق تصورهم وخيالهم، لدرجة أنه حتى بحينه رئيس بلدية سخنين السابق مازن رفض أن يكون بالمحل 13 مقتنعا أن القائمة المشتركة لن تحصل على 13 حتى، ولكن بسبب التحريض من نتنياهو على الجماهير العربية والأحزاب اليهودية المتطرفة على الأحزاب العربية نشأ موقف معادي شخصي لنتنياهو، والعرب أرادت أن تقف صفا واحدا لإسقاط نتنياهو. إذن ماذا تغير كيف الآن؟ نعم ماذا تغير الآن؟ في خطر لإيش؟ لنشق هذه المرة الوحدة والقائمة المشتركة تكون. وأنا أعتقد أن القائمة المشتركة هذه ستنقسم إلى قسمين، قسم يضم الجبهة والتجمع الوطني وربما الطيبي الحركة لعبة التغيير، والقسم الآخر اللي هي الحركة لعبة التغيير الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية. ولكن هنا منصور عباس وربما يقول منصور عباس ليس مصلحة هذا الكلام تنفصل. فقط يقوله كلام للاستهلاك المحلي ولكن نواياه باتجاه الانفصال. وأنا أقول الآن تصريح ربما يكون يفاجئ الآخرين أن الحركة الإسلامية ربما تنجح في عبور نسبة الحسم، لأن كثير من الناس ترى في نهج عباس هو نهج صحيح. اثنين إذن بس آخر نقطة أريد أن تعقب على محاولة حلدائي رئيس بلدية تل أبيب ومعه رؤساء مع مثل رئيس بلدية طيبة. القائمة حلدائي مع رئيس بلدية الطيبة أو ياها من نفس الشيء هي ستجند وستكسب أصوات من الوسط العربي لا شك، وفي حالة الانقسام الموجود هاي القوائم اللي ستكون قوية قائمة خلدائي ويا. طيب لنختتم الآن بسؤال الأخ زيدان سلفيتي، أنت كمسؤول في مجلس الشبلي أم الغنم، نريد أن نطمئن على الأهالي هناك، كيف تقرأ آخر المعطيات المتعلقة بتفشي الكورونا في المجتمع العربي؟ أولا كيف الوضع عندكم في الشبلي وفي أم الغنم؟ برأيك السلطات المحلية تملك الميزانيات والأدوات والقدرة على مكافحة هذا الوباء؟ طلع أولا نسبة لعرب شبلي أم الغنم، إحنا قبل عدة أشهر الصحيح كان عندنا رقم عالي، واللي سعينا فيه إنه أغلب الناس يعني أنا شخصيا كتبت بالتواصل الاجتماعي وكتبت في محلات كثيرة إنه الناس تلتزم فعلا، وراحوا قسم كبير على الحجر الصحي، توجهت للناس عدم المشاركة بالأفراح وبالأعراس وبالأطراح يعني والتجمهر، لأنه هذا هو كان السبب الرئيسي حتى اليوم، هو التجمهر هو السبب الرئيسي في تفشي العدوى اللي قاعدين نشوفه طبيعي كل بلد هكذا في البلدات. أسا بالنسبة بتقول لي كيف بباقي البلدات اليوم، أنا بسمع يعني إنه مجد الكروم وكفر مندة فاتت بلاد حمراء، وللأسف الشديد كمان أسمع عن إكسال، مع إنه كمان كانت كلاجسة وقلبوها لصفراء وكانت الطيبة، حتى أهل الطيبة نفسهم بقوش يعرفوا لحديت امبارح إذا الصفوف والخوامس والسوادس بيرجعوا على المدرسة. اللي بدي أقول لك إياه إنه الوضع بشكل عام وضع سيء جدا. هل إنه المجالس المحلية يوجد لها الموارد ومعالجة إنه الكورونا على الشكل الصحيح؟ لا، لأنها لا تملك يا عم الميزانيات الكافية. إذا هو حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل بأكملها مش عارفة تعالج موضوع الكورونا، إيش أنا بدي رئيس مجلس اللي بالقوة يلا قاعد يجبي أرنونة ويجبي ميزانيات؟ أنا اللي بقوله يجب مساعدة الحكومة يد ليد للسلطات المحلية ومساعدة كل القرى العربية والمدن العربية لمكافحة. إذن نشكر حضوركما، الوقت طبعا انتهى، نشكر حضوركما سميح أسدي الناشط السياسي وعضو المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، زيدان سلفيتي
ننتقل إلى موضوع آخر. شهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في جرائم تعنيف وقتل النساء في المجتمع العربي بالتزامن مع جائحة الكورونا التي فاقمت جرائم العنف ضد المرأة، حيث أدى الإغلاق العام وتفشي البطالة والضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة مخاطر العنف، فيما انخفضت فرص وصول النساء المعنفات إلى خدمة الشرطة والعدالة الأساسية. وبلغ عدد النساء ضحايا العنف في البلدات العربية 16 قتيلة منذ مطلع العام. وتزامنا مع حلول اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تطالب الجمعيات النسائية بحماية النساء من العنف الأسري الذي عاد إلى الواجهة خلال الجائحة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا في بث مباشر ليندا خوالد، مركزة مركز مساعدة ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية في جمعية نساء ضد العنف. مساء الخير أخت ليندا. مساء الخير. تزامنا طبعا سنحاول الآن نجدد الاتصال مع الأخت. نعم، هل تسمعين أخت ليندا؟ نعم. تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويواصل وباء الجريمة الفتك بالنساء والشابات مجتمعنا، فقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم قتل النساء منذ مطلع العام 16 قتيلة. كيف تقرأين هذه المعطيات؟ للأسف نحكي على ارتفاع، مش بس ارتفاع، في عدد التوجهات في قضايا العنف، في قضايا قتل النساء. بنحكي على تركيز التوجهات ونوعية التوجهات اللي توصل المركز وتوصل للشرطة وتوصل لمكاتب الخدمات. تركيبة جدا صعبة. طبعا جائحة الكورونا ما في شك انه كان لها تأثير كبير ودور كبير، بس طبعا العنف في مجتمعنا كان موجود منتشرة من قبل جائحة الكورونا. جائحة الكورونا يعني هي عمل مساعد ومش عامل مسبب للعنف في المجتمع، بس بفترة الحجر الصحي بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية عمليا اللي صار إنه البيوت والمساحات المفروض تكون آمنة والمفروض تكون مريحة لكل أفراد العائلة، للأسف كان فيها حالات العنف جدا فيها حده. يعني تزامن العنف والاوقات اللي عم بتصير فيها العنف كانت بوتيره اسرع واسرع. يعني النساء يتوجهوا للمركز وحكوا على العنف اللي ممكن كانوا يتعرضوا له مره في الشهر او مره كل ثلاث اشهر، هذا الشيء وتيرته صارت تزيد لمره بالاسبوع ومره باليوم ومرات اكثر من مره باليوم. أخت ليندا، سؤال آخر. تشير المعطيات إلى ارتفاع العنف الأسري نتيجة الإغلاق الشامل وتصاعد التوترات في الأسرة، إلى أي مدى صعب الإغلاق إمكانية توجه النساء المعنفات لتلقي المساعدة؟ طبعا بالأكيد اللي صار بفترة الجائحة الأولى أنه طبعا الكل طلعوا لعطل غير مفتوح في الأجر، وإذا كان بمكاتب الخدمات وإذا كان مراكز علاجية لضحايا عنف وضحايا اعتداءات جنسية، إحنا كمراكز مساعدة وكخطوط طوارئ بقينا نشتغل بوتيرة جدا جدا عالية. توجهات للمركز كانت خلال ال 24 ساعة، خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار، خلال ساعات المساء، خلال ساعات الليل. للأسف لما بنحكي على حجر صحي والإنساني المعنفة موجودة مع الطرف العنيف بالمساحة القريبة بنفس اليوم، كان في صعوبة كبيرة عند النساء حتى انهم يطلعوا ويحكوا ويتوجهوا ويستمعوا صوتهم. كان كثير لاقيهم صعب يحكوا تليفون ويحكوا على وضعية خطر اللي هن بيتعرضوا لها، على وضعية عنف قاسي جدا وشديد اللي بيتعرضوا له. مش بالصدفة كان زيادة عندنا بنسبة 42% بفترة بهاي السنة مقارنة مع السنة الماضية بال 2019. بهاي الفترة احنا تمام، يعني كان عندنا إمكانية وقدرنا أن نطور الخدمة وأن نوصل لأكبر عدد من النساء والشباب، وطورنا إمكانية المساعدة عن طريق الشاب وعملنا تأهيل وشغل جدا مبني ومأسس لحد ما استفحنا شهر 9 بأوائل شهر 9 إمكانية المساعدة عن طريق الشاب لثلاث أيام في الأسبوع، ساعات المسلم من الساعة 8 إلى الساعة 12 بالليل. بس مش يعني هاي الدور تبعنا، الجمعيات النسوية والمؤسسات العمل في المجتمع المدني اشتغلت بطريقة اللي هي آنية وحضرت حالها عمليا وكان بشكل اللي هو سريع ومكثف بعلاج
إذن غير كانت مهولة من بين الأجهزة الأخرى المختلفة، وكان من البداية في ضغوطات لنا اللي توجهنا فيها عملياً بالمطار لوزارة العمل والرفاه بافتتاح مأوي مأوى للنساء المعنطات. نعم. أول النساء كانت كلها تقريباً ملانة، وكان كل الوقت في ضغوطات إنه الوزارة تطورهم إنها تبلش تشتغل عملياً، لأنه كان في وتيرة جداً عالية للعنف ضد النساء. بس لبعد شهر ونص نجحت الوزارة بإنها تفتح مأوى اللي نسميه مأوى الكورونا اللي هو مأوى البذور اللي النساء أخت ليندا. السؤال الأخير هو السؤال الشامل، ما هي أبرز مطالب الجمعيات النسائية في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؟ كثير مهم إنه كثير مهم إن إحنا بنحكي على عنف مجتمعي، بنحكي على عنف ضد النساء، إنه كل بالأول إنه يكون في كل فرد يأخذ مسؤولية، كل إنسان يأخذ مسؤولية. ملاحظة العنف ضد النساء هي مش بس من خصوصية الجمعيات النسوية، إنما هي ظاهرة مجتمعية، والمفروض العلاج لها يكون من كل أفراد المجتمع. لهيك كل فرد عليه مسؤولية، ومش بس كل فرد عليه مسؤولية بنبذ العنف وبالتوجه وبدعم النساء اللي هي معنفات أو بمساعدتهم بإنهم يوصلوا للأسر اللي المفروض يوصلوها، إذا كان مكاتب خدمات اجتماعية، وإذا كان الشرطة، وإذا كان حماية لهم. بس مهم الأهم من كل هذا إنها الدولة تتبنى وتأخذ مسؤولية على علاج العنف في المجتمع العربي، وبالذات يعني وأفكر قضية المقدورة وفاء عبادي كشفت كثير إخفاق وإهمال وتقصير وتعالي بتعامل المؤسسة من شرطة ومن محاكم ومن نعم. ومن مؤسسات بالتعامل مع قضية العنف ضد النساء للنساء العربية. فكثير مهم انه كل مهني كمان ياخذ دوره. القانون اللي صادق واللي قدمته النائبه عايده توم سليمان باجراء او بفرض العلاج على الرجال العنيفين، بفكر هذا ممكن يحدث قصف نوعيه في علاج نعم. النساء. أخت ليندا خوالد شكرا لك، سنستضيفك مرة أخرى لتشرح لنا ما المقصود بحملة من الأول ما تسكتوش، أهداف الحملة ولمن هي موجهة. شكرا لك يا أخت ليندا. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة محاور البرنامج الإخباري هذا اليوم من قناة هلا. عدنا من جديد. يواصل عداد الكورونا تسجيل ارتفاع بعدد إصابات الكورونا في البلدات العربية، لتبلغ نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية ما يقارب 43.5% من مجمل الإصابات الجديدة في البلاد منذ بداية الأسبوع، في حين بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في البلدات العربية 6.2%، أي حوالي 3 أضعاف المعدل العام في البلاد وفق معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ. تأتي هذه المعطيات في وقت يستمر فيه الإغلاق على 6 بلدات عربية، وهي مجد الكروم وكفر منده وعسفية والناصرة وعرابة وبقعة. عدسة قناة هلا تجولت في مجد الكروم تزامنا مع فرض الإغلاق عليها. دعونا نستمع معا إلى أقوال رئيس المجلس المحلي سليم سليبي وقائد محطة الشرطة في البلدة. للأسف تم الإعلان عن مجكروم إغلاق حتى يوم الأحد. للأسف كان عندنا يعني حنا قبل جمعة كنا قريبين للإخضر، خلال أقل من أسبوع ارتفعنا المصابات من 30 لحوالي 93. أجو لك إنه في سبب يعني واضح إنه أدينا لهذا الكم الهائل، ما فيش عن سبب، يعني هو مش ناتج أي تجمع، مش ناتج عن عرس، هو ناتج عن عدة أسباب، منها الرجوع اللي كانوا برا، قضية تركيا واللي مسافرين برا، وقضية عدم الالتزام داخل البيت. يعني أكثر إصابات هي كانت يكون تصاب واحد فبتلاقي البيت والحارة أصيبت، هي عدم المحافظة على القوانين والتباعد بداخل البيت وداخل الأسرة،
وقضية ثانية هي قضية رح نقولها قضية اللي هن مفروض يكونوا بحجر، للأسف يعني هن مش بحجر، وحتى احنا بنعمل سموها الحكرة البحث للمرض، للأسف أنهم بطلوا من أهل مجلس كروم يحكم عنها الحقيقة، لأنه المجلس مخدعاته اليوم هو وزارة الصحة، عشان إذا في واحد مصاب أو في عليه خطر إصابة يسكم حجر نحطه بحجر، فكمان هو فيش تعاون من أهل مجلس كروم، فعشان تلاقي في ناس اللي هم مفروض يكونوا بحجر هني طافشين. فهي أسباب، هاي الأسباب كلها، ولكن فيش سبب واحد أجي أقول لك عرس اللي أدانا هون أو تجمهر أدانا. أول مجلس كروم هاي أول مرة بيكون بقضية الإحمر وقضية الحجر، وإحنا عمرة منا إحنا كنا بالحجر العام، أما مجلس كروم لحالها هاي أول مرة. في عنا قضايا كثير، مجلس كروم معروف هي بلد اقتصادية، بلد أكثر منها التجارة، وهي بلد مركزية في الشعور، فهي ضربة جدا للاقتصاد. نفس الوقت راح تغلق المدارس، وإحنا بنشوف كمان وباء التجهيل هو ليس أقل خطورة من وباء الكورونا. فإحنا نشوف الكورونا هو ليس فقط المرض، طبعا بالأول إشي بالآخر صحة المواطن فيه كل إشي، لكن كمان إغلاق المدارس هو أيضا وباء، كمان ضرب الاقتصاد، وخاصة هاي التجار الصغار إسا بلشوا شوي تنفسوا وإجتهتهم هاي الضربة. فهي ضربة على كل الأطر، إذا هو اقتصادي، إذا هو تعليمي، إذا هو كمان نفسي، وإذا هو مرض. فعشان يكون نقول هالمجلكم إشي مربوط فينا، الإشي مربوط بتعاملنا مع المرض، بإشي مربوط بجهوزيتنا، بإشي مربوط بالإشي يعني نأخذ مسؤولية جماعية وليس فقط مسؤولية فردية. إذا مجلس كروم اتساعدت وقررت أنها تطلع من هذا من المنطقة الحمراء من هذا الوباء، الإشي في إشالي أنا بقول مش صعب كثير. كل ما فيه المفروض نلزم بقضية التباعد، مفروض نلزم بعدم تجمعات، مفروض نلزم بالبيوت، مفروض نلزم بكل قرارات المؤسسة وخاصة وزارة الصحة، مفروض نتعاون كلنا مع بعض إنه نطلع من المنطقة الحمراء. اليوم عندنا قضيتين أساسيات، أول شيء بنقولها هي الفحوصات. كل ما زاد الفحوصات حتى من ناحية يعني تخنت هو بيساعدنا، كل ما زاد على الفحوصات نسبة الإيجابيين، يعني نسبة قديش الإيجابيين من اللي عملوا فحص بيكون أقل، هو بتاع منطقة الحمراء. مش هذا ثاني فحوصات، إذا في إنسان مش عارف حاله ما عندوش هاي العوارض بس مش هو يحمل الفيروس، فستب بفوت على الحجر وإحنا بنحمي أهل مجلس كروم. فالفحوصات هي مهمة جدا، أول شيء نتوجه أهل مجلس كروم يطلعوا عشان نطلع من المنطقة الحمراء. كل ما زاد الفحوصات وفيش عندنا والنسبة قلت إحنا حنطلع من المنطقة الحمراء. بنفس الوقت أنا ماني أعرف مين يعني جد بيحوي هذا الفيروس عشان نحطه نحمي أهل البلد. بنفس الوقت بطلب كل واحد من إذا منتصف فيه من المجلس أو وزارة الصحة يتعاون مع المجلس وقلنا مين كان معه عشان نفوت على الحجر. هذول القضيتين أنا بشوف السيادة إذا التزمنا فيهن إحنا راح نطلع من هاي المنطقة. نعم، يعني تتحدث عن إعادة مجد كروم إلى المنطقة الخضراء، وكلنا نأمل بأن تعود في أسرع وقت ممكن إلى المنطقة الخضراء كمجلس محلي وكرئيس سلطة. ماذا ستفعلون من أجل إعادة مجد كروم إلى المنطقة الخضراء؟ مع الشرطة كان جلسة مع بكودة عارف في قضية إنه نزيد الأخفاء، نزيد المتابعة، إنه نلزم بالقوانين. اليوم رح نغلق كل مداخل مجلس كروم عشان نمنع حدا يفوت على مجلس كروم ويطلع. قضية الإعلام إحنا كثفنا، مع إنه كان شركة إعلام وكان تكثيف الإعلام، اليوم كمان كثفنا أخرى الإعلام وتوجه للناس. في عنا صرنا يومين فحوصات، كل يوم كنا فحوصات إني أول فحوصات. في عنا طوارئ شغالة كل الوقت مع خمس سيارات لسيارة نسميها اللي هي كمان تضبط الأمور داخل مجلس كروم. كمان احنا في أمور بتساعد المريضة، بده أدوية، بتساعد الناس المحتاجة. فكل هالمضمون يعني المجلس مع كل مؤسسات مع غرفة الطوارئ شغالين 24 ساعة على أمل أنه يطلع من هاي الورطة. نعم، يعني كلمة أخيرة لك لأهل مجلس كروم. أصحاب المصالح التجارية تضرروا كثير من الإغلاق ويتضررون، أهالي الطلاب المدارس الذين لا يستطيعون إرسال أولادهم إلى المدارس، ما هي الكلمة التي توجهها لأهل مجد كروم؟ أنا بطلب أهل مجد كروم يتعاونوا معنا أول شيء بقضية الفحوصات، لأنه برجع بقول إشي مربوط مسؤوليتنا الجماعية. اليوم أنا يعني أهل المصالح بترجوكوا عشان يرجعوا لوضعهم طبيعي ويشتغلوا، بترجوكوا أنكم تحافظوا على القوانين. أهل الطلاب والطلاب إحنا بنعرف إنه حتى الطلاب مصالح فترة بتعلموش ما صدقنا رجعت المدارس، اليوم أخرى ضربة للتعليم. كمان كبارنا وكبار السن بترجوكوا حافظوا عليهن، لأنه هذا إذا التموا هذا المرض وتم نتنقل هذا الفيروس فهو خطر على كبارنا. كل هذولا بنشدوكوا يا شباب، خاصة بحكي للشباب ولا اللي طرشين بالسيارات،
بناشدوكو واحنا بنشدكو، خلينا نلزم، خلينا نكون مع بعض، نرجع مجد كوم لخضرة. واضح طبيعي احنا كنا قبل 4 أيام خضرة، يعني الخروج من الاخضر الاحمر هو واضح ومتسارع. عشان هيك لازم اليوم نجي الاخضر ونحافظ على الاخضر، عشان نحافظ على تجارنا، عشان نحافظ على اكبارنا، عشان نحافظ على اولادنا، عشان نحافظ على مدارسنا. الاشي مبوط فينا ومش مبوط بغيرنا. קודם כל אני רק רוצה לדייק, כן, ועדת השר החליטה להטיל על הכפר מג'ד אל כרום הכרזה של אזור מוגבל למשך 5 ימים עד ה-29 לנובמבר, יום ראשון, אם לא יש שינוי אחר. ההכרזה הזאת אומרת בעצמה שבעצם מי שרוצה לצאת או להיכנס לתוך האזור הזה, הוא יהיה מוגבל. לא כל אחד יוכל לצאת וגם לא כל אחד יוכל להיכנס, ועל זה אנחנו אמורים לפקח פה. כן, ואיך אתם נערכים לזה? אני חייב לציין שאנחנו כבר לפני עשינו ישיבה מקדימה עם המועצה, עם כלל הגורמים, כולל עם ראש המועצה מר סלים צליבי. אנחנו כבר התקנו שהכניסה המערבית למג'ד אל כרום והכניסה המזרחית למג'ד אל כרום יהיו פתוחות בפיקוח שלנו לאנשים שיותר להם להיכנס ולצאת. כל שאר הכניסות והיציאות יהיו חסומות בעצם עם אמצעי פיזי, ואנשים אין להם מה להגיע. גם בתוך הכפר יהיו לי צוותי אכיפה מוגברים שיפעלו פה לאכוף גם את נושא עטיית המסכה, אבל לא רק, גם את נושא בתי העסק שאמורים להיות סגורים ויהיו פתוחים. אנחנו נזהיר לפני שאנחנו נאכוף, וכמובן את כל נושא החולים והמבודדים שנמצאים בבתים, ואנחנו מפקחים גם עליהם. כן, דיברת עם ישיבה משותפת עם ראש המועצה, זאת אומרת שיתוף פעולה איתם. יש לנו שיתוף פעולה מלא, לא רק בתחומי הקורונה, אבל לצערי כמו שאר העולם. מחודש מרץ אנחנו בחוויה הזאת, עם האתגר הזה. המטרה שלנו פה היא כמובן לא לאכוף. המטרה שלנו פה היא לקטוע את שרשרת ההדבקה. בימים האחרונים יש לנו פה קצב תחלואה גבוה מאוד, ובגלל זה כמובן משרד הבריאות המליץ לוועדת השרים להטיל על המקום כאזור מוגבל. הרעיון שלנו בעצם להוריד את התחלואה על מנת שעוד פעם נהפוך להיות יישוב ירוק, על מנת שאנשים יוכלו לעסוק פה בעבודות שלהם, בעסקים שלהם, ולצאת לבקר את המשפחה שלהם ולהתנהל כמו כל היישובים במדינת ישראל. המסר שלנו ששוטר הם לא יראו בכל פינה, וזאת גם לא המטרה שלנו. האחריות שלנו היא פה אחריות משותפת של כולנו להילחם במגפה הזאת. עוד פעם אני חוזר ומדגיש, המטרה היא לא האכיפה, היא לא הרישום דוחות ולא לפגוע באנשים בפן הכלכלי. מי שלא יבין את האזהרות שלנו, בהחלט אנחנו נאכוף בצורה בלתי מתפשרת, כשהמטרה היא שהאוכלוסייה פה תהיה אוכלוסייה בריאה, ושלא נגדיל פה את שרשרת ההדבקה, כי בסוף אנשים מתים. كان هذا تقرير زميل عماد غضبان من مجد الكروم. ونبقى في ملف الكورونا، إذ مددت اللجنة الوزارية لشؤون المناطق المغلقة الإغلاق المفروض على عرابة حتى يوم الأحد المقبل، في وقت ناشد فيه رئيس البلدية عمر نصار الأهالي بالالتزام بالتعليمات، كما طالب الشرطة بعدم التراخي في تنفيذ القانون، فالإغلاق ليس إجازة كما يعتقد الأهالي وفق ما ذكر. دعونا نشاهد معا تصريحات رئيس بلدية عرابي وتعقيب الشرطة عليها بهذا التقرير الذي عده مراسل قناة هلا عماد غضبان، علما أن الشرطة تتواجد في عرابي بشكل مكثف في الأيام الأخيرة ضمن أعمال البحث عن ربيع كناني المشتبه بقتل طليقته المرحومة وفاء عباهري والهارب من الشرطة منذ أكثر من أسبوع. قبل حوالي أسبوعين كان عدد الإصابات المؤكدة في عرابة بحدود 20 إصابة بعد الإغلاق الذي كان مفروضا على البلاد بشكل عام في نهاية شهر أيلول وبداية شهر تشرين الأول. ذروة الإصابات كانت في نهاية شهر أيلول عندما بلغ عدد الإصابات في عرابة أكثر من 200 إصابة، ولكن بعد نهاية هذا الإغلاق هبط العدد إلى حدود 20 إصابة، ثم بدأت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي، والمناسبات والأعراس والسفر إلى خارج البلاد وغير ذلك من النشاطات الاجتماعية، فعاد المرض وانتشر في عرابة. اليوم عدد الإصابات هو بحدود 100
140 إصابة، ولذلك عدنا من المنطقة الخضراء حسب التصنيف إلى المنطقة الحمراء، بل يعني دخلنا عميقا في المنطقة الحمراء، ولهذا السبب تم فرض الإغلاق على عرابة، وسيتم تمديد الإغلاق إلى يوم الأحد القادم بسبب ازدياد عدد الإصابات وانتشار الفيروس في عرابة على الرغم من الإغلاق. يعني مررنا بخمسة أيام إغلاق وظل العدد يرتفع، عدد الإصابات وعدد المواطنين الموجودين في حجر، ولذلك سيتم تمديد الإغلاق. هذا يعني أنه ليس هناك التزام تام من قبل المواطنين، لذلك الوباء ينتشر والإغلاق يستمر. هذا الوضع نحن نظمنا عدة أيام مركزة من الفحوصات، بعضها بالسيارات وبعضها هنا في بناية البلدية وفي المدارس أيضا، وبعضها في عيادات صناديق المرضى. الآن عدد الإصابات بحدود حتى صباح اليوم بحدود 2500 فحص، عدد الفحوصات التي أجريت خلال الأسبوع الأخير، وهذا يمنع ارتفاع نسبة الإصابات على الرغم من أن العدد يرتفع، ولكن النسبة لا ترتفع لكثرة الفحوصات. ويوم السبت القادم سيكون يوم مركز في مدرسة ثانوية ثالثة، وعيادات صناديق المرضى تواصل دعوة مؤمنيها إلى إجراء الفحوصات. كلما كثر عدد الفحوصات كلما هبطت نسبة الإصابات، وكان ذلك يساعدنا في الخروج من المنطقة الحمراء ومن دائرة الإغلاق. ولذلك هذه مناسبة أن ندعو المواطنين إلى القدوم إلى إجراء الفحوصات حتى وإن لم يكونوا يشعرون بأعراض المرض المختلفة. الحقيقة هو أنه في داخل البلد ليس هناك تأثير كبير للإغلاق، ولهذا السبب استمر انتشار الفيروس، ولهذا السبب تم تمديد الإغلاق لأنه لم يكن ناجعا في الأيام الماضية. وأخذ بعين الاعتبار أنه يعني كانت أيام نهاية الأسبوع، يوم الجمعة هي عطلة بطبيعة الحال، ويوم السبت والأحد، لذلك لم يكن ناجعا، والمواطنون شعروا أنهم في يعني في عطلة مسموح لهم التجول والتنقل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحواجز التي نصبت في مداخل البلد المختلفة لم تكن فعالة وكانت شكلية ووهمية، وبالتالي الناس كانوا يدخلون ويخرجون، سكان البلد ومن غير البلد أيضا، الضيوف يدخلون ويخرجون دون حسيب أو رقيب، ولذلك لم يكن فعالا. عندما أثرنا هذا الموضوع على كل المستويات في الشرطة والجبهة الداخلية والمسؤولين وكابينيت الكورونا، سمعت أنهم اليوم سيبدأون بتشديد الإجراءات وتشديد الحواجز لمحاصرة الوباء وعدم انتشاره. نعم، وما الذي يمكن عمله يعني كرئيس بلدية وكبلدية بالعموم لمنع تفشي الوباء وإعادة عرابة إلى المنطقة الخضراء؟ ما يمكن لنا أن نعمله كبلدية هو تكثيف الحملة الإعلامية الموجهة للمواطنين التي نحثهم فيها، نرجوهم أن يتقيدوا بالتعليمات منعا لتفشي المرض. الشيء الآخر هو أننا نناشد المواطنين الإكثار من الفحوصات حتى بدون أن تكون هناك أعراض للمرض أو الإصابة بالفيروس، هذا أيضا يساعدنا. ونناشد أيضا المواطنين الذين يجب أن يكونوا في حجر صحي أن يلتزموا بالحجر الصحي، لأنه ليس من المعقول أن يكون عدد المصابين المؤكدين 140 إصابة ولكن عدد الموجودين في حجر هو بحدود 200. هذا يعني المعطى غير دقيق ولا يعكس الواقع. الواقع هو أن هناك المئات يجب أن يكونوا في حجر وهم غير ملتزمين بالحجر. هذا دورنا أن نناشد المواطنين أن يلتزموا بالحجر، وكل من يعني كان على اتصال مباشر مع مصاب مؤكد يجب أن يكون في الحجر الصحي. على العموم نحن ندعو المواطنين أن يتقيدوا بالتعليمات لأن هذا لصالحهم، لصحتهم، لحياتهم، لاقتصادهم، لدراستهم بالنسبة للطلاب. وكلما تقيدنا بالتعليمات وأكثرنا من الفحوصات خرجنا سريعا من الدائرة الحمراء إلى الحياة الطبيعية في البلد. هذا هو الواقع اليوم، يعني احنا وصلنا الخبر مش قادرين نتهضم الامور، ولكن هذا واقع. اذا بدنا نيجي نفحص حالنا احنا اليوم، يعني عندنا كل يوم في زياده بين ال 15 لل 20 اصابه مؤكده، المعدل مش عم ينزل عن بين ال 120 ل 130 اصابه. وعلشان هيك هن الكابينيت اخذ القرار انه بتمديد الاغلاق ليوم الاحد.
المواطنين عم بيشكوا كثير. طبعا أبنائنا الطلاب هن العمال بتحملوا الظلم، وهن المأساة الكبيرة إنهم موجودين في البيوت، بكفيش الخسارات اللي كانت على مدار سنة كاملة، واليوم إحنا عم نفوت إغلاق طبعا صعب جدا كثير كثير. الكل عم يتذمر، أصحاب المصالح، السكان، حتى في الشوارع مخالفات، كمامات، ساقر، هفرات ساقر مثل ما بقولوا. الناس مش عارفة شو اللي عمال بيصير بهذا الوضع. صحيح في تذمر، في تظلم، حتى الشرطة مش عم بتقوم بواجبها مزبوط. احنا كبلدية وكطاقم كورونا عم نحاول قدر الامكان انه نزيد التوعية، ولكن انا احنا بنقول انه مع كل الامكانيات الموجودة احنا مقصرين شوي، ولكن هاي الامكانيات الموجودة ما فيش عنا غير هيك. نعم الحل الوحيد هو زيادة الفحوصات، كميات الفحوصات. احنا على مدار الاسبوع اللي سبق لحد من السبت اللي فات لحد اليوم في عنا حوالي 2500 فحص اجري، حوالي 2500 فحص في عرابي. كل يومين في عنا درايف، في عنا ووكن، في عنا اليوم احنا عم نفوت بالخطوة اللي هي الاولى بالوسط العربي، عم نعمل فحوصات للمدارس لطلاب المدارس، وعم نطلب من الاهالي حتى بالميكروفونات عم ينادي الاهالي برضو يجي يعملوا فحوصات. في عنا ما معدل بين 350 ل 400 فحص تقريبا في اليوم، ولكن للاسف النتائج عم تطلع. يعني في عندي اصابات بين 20 ل 30 اصابه كل يوم، وهذا الفيروس متخفي والناس مش عماله تقدر تستوعب الوضع يعني، وفي منه اللي بتهكم انه مش مزبوط، انتم وانت بدكم بتطلعوا وانت بدكم بتنزلوا، فهي سياسي معروف. لا يا عمي انا بقولكم لا، الفيروس موجود متفشي في كل بيت، وبنطلب من الاهالي جميعا اخرجوا للفحوصات، بس هذا الحل الوحيد للخروج من الاغلاق. نعم يمكننا ان نصرح ان تم تمديد التقييدات على المدينة حتى يوم الأحد المقبل، فنحن نقوم بتجهيز أفراد الشرطة لكي يواصلوا عملهم لنساعد المواطنين في تخطي هذه المرحلة. طبعا عملنا مستمر على أيضا مكافحة الجرم الخطير، مساعينا متواصلة أيضا لضبط المشتبه بجريمة القتل. نحن نواصل أنشطة التفتيش، فأفراد الشرطة يعملون على مدار الساعة في كافة المهام الملقاة على كتفهم. نعم رئيس بلدية عرابي السيد عمر واكد نصار وجه انتقاد للشرطة وقال بأنها لا تعمل بما يكفي لضبط الإغلاق في عرابي، وأنه في عقاب توجهه إلى كابينت الكورونا وقيادة الشرطة تلقى وعدا بأن يتم تجديد وتكثيف عمل الشرطة في هذه المدينة. ما هو تعقيبك كناطق بلسان الشرطة؟ أخ عماد أنت تتلقى البيانات من شرطة إسرائيل على مدار الساعة، فأفراد شرطة إسرائيل وصلوا إلى ذروة وقمة عطائهم بتفاني وبإخلاص وخلال تأدية رسالة لكي نساعد المواطنين، لكي ننقذ حياتهم ونضمن صحتهم. أنت ترى نحن نواصل عملنا في المهام في مكافحة الإرهاب، أنا أتكلم بشكل قطري، وأيضا في مكافحة الجرم الخطير. فعلى سبيل المثال هنا في المدينة يواصل العشرات من أفراد الشرطة بما في ذلك من وحدات خاصة أفراد شرطة سريين في العمل لكي نضبط المشتبه في جريمة القتل النكراء. نحن نواصل عملنا أيضا في مكافحة تفشي وباء كورونا، فأفراد الشرطة يواصلون عملهم، نحن نناشد كافة المواطنين بالتكاتف مع شرطة إسرائيل، باللجوء إلى الشرطة الداخلي، باللجوء إلى المبادئ والقيم، وأهمها أحب لغيرك ما تحب لنفسك، وأيضا يمكن نقول أحب لنفسك ما تحب لغيرك. كل واحد يحافظ على صحة أقرباء أهل الحي اللي ساكن فيه، المسنين، طبعا الأطباء عم بقوموا بعمل بطولي، أفراد الشرطة في الطليعة إلى جانبهم، فإن لم يكن تكاتف من المواطنين لا
يمكننا أن نحد من الوباء، فمهم جدا أن نواصل عملنا. طبعا الطروحات، وأيضا نحن نتقبل الانتقاد البناء، فنحن نجري تقييم للوضع الميداني بكل ما يتعلق بالمهام الملقاة هنا خصوصا في مدينة عرابي بمطاردة المشتبه بجريمة القتل، إلى جانب أيضا مكافحة تفشي الوباء. دعونا لا ننسى أن أفراد الشرطة أيضا هم في الطليعة، وقسم منهم يدخل الحجر الصحي وقسم منهم يصاب بالكورونا، دون أن أذكر معلومات تتعلق في هذه المنطقة. فأيضا نحن نواصل عملنا ونناشد كافة المواطنين بالتكاتف، لأننا فقط معا وسويا يمكننا أن نتغلب على الوباء. فأيضا أفراد الشرطة يعملون في هذا المجال، أيضا في مجد الكروم، وأيضا في كفر مندا، وفي عصفيا، وفي قلنسوة، وأيضا في هضبة الجولان، وفي الناصرة، وفي كافة البلدات العربية، لكي نساعد المواطنين في تخطي هذه المرحلة المركبة والمعقدة. لكن مهم جدا أن نذكر أننا في المرحلة السابقة، في الإغلاق الأول وأيضا في الإغلاق الثاني، شهدنا مستوى راقي في المجتمع العربي من المواطنة الصالحة، من المسؤولية الشخصية، ونجحنا بتحقيق نتائج ملموسة جدا التي عادت بالخير على المجتمع العربي. فالمجتمع العربي آهل بذلك. نحن نناشد كافة المواطنين بالتعاون معنا، بالامتثال لتعليمات وزارة الصحة وأفراد الشرطة في الميدان، التحلي بالصبر والمسؤولية، ونقول لهم إن التزمنا سلمنا وأنقذنا حياة وأنقذنا مصادر معيشة، وإن استهزأنا بالكورونا تسببنا بفقدان حياة وإغلاق مصادر معيشة. هذا الشيء بمقدورنا وبين أيادينا، يمكننا سويا أن ننتصر على الوباء. إلى موضوع آخر، تم مساء أمس إلغاء جلسة المجلس البلدي في قلنسوة التي كانت مقررة للتصويت على انضمام المدينة لاتحاد للمياه والصرف الصحي. جدير بالذكر أن هذه هي الجلسة الثالثة التي كان من المقرر أن تعقد لهذا الهدف، ويأتي تأجيل الجلسة وسط معارضة ملحوظة من قبل الأهالي في المدينة الذين يقولون أن انضمام قلنسوة والاتحاد للمياه سيفقد المدينة ملكيتها لآبار المياه وسيرفع أسعار المياه. وكان معارضون لانضمام المدينة لاتحاد المياه قد دعوا لتنظيم مظاهرة أمام مبنى البلدية، لكنه تم إلغاء هذا النشاط الاحتجاجي بسبب عدم انعقاد الجلسة المذكورة. للاستماع إلى ما يقوله الأهالي في قلنسوة، انتدبت قناة هلا مراسلنا صالح معطي إلى المدينة الذي عاد لنا بالتقرير التالي. المشكلة هي برضو محلية وبرضو قطرية. على المستوى القطري احنا نسمع تذمرات شديدة اللهجة من سكان جربوا الانضمام في الاتحاد بلدياتهم سواء في الوسط العربي او اليهودي، فيش حدا مبسوط من الترتيب هذا. حتى في الكنيسة بكادين بيتطرقوا لتغيير وتعديلات في القانون على اساس انهم جابوا هذا الاتحاد لتسهيل للسكان وتسهيل الخدمات، اجت بالعكس الشغلة. وعلى مستوى المحلي احنا عادمين الثقة نهائيا في الادارة الحالية، الرئيس والزمرة اللي ذي الرئيس كسب من الاعضاء وكسب من القائمين عليها في البلدية، فيش ثقة. نعتقد انه هذه الاطروحة وهذا المشروع هو مش راح ينعكس اي عكس ايجابي للمواطنين، بالعكس الرئيس يعني في كل قوته بده يمشي هذا المشروع. حاول مرة ما زبطش معاه، رد حاول كمان مرة، يعني مستميت على هذا البرنامج. ما بعتقدش انه الاستماتة تعيد عبد الباسط سلامي هي ناتجة ونابعة من مصلحة مش عارف ينام الليل بدونها. صحيح احنا بالنسبة للمية احنا بنسمع من سكان جربوا في بلاد ثانية الاسعار بتصير ضعف وضعفين وثلاثة، جودة المياه واطية جدا، والخدمات اللي بنوعدوا فيها البلديات من قبل الاتحاد ما بأخذوهاش، كذب يعني. هاي الأسباب الرئيسية في الموضوع. كلنسوة غنية في أبار موجودة في كلنسوة،
احنا ما بدنا ناخذ مي بجودة متدنية، وإن احنا مي بجودة عالية جدا. في إشكالية في البلدية، برجع بقول لك بالنسبة للإدارة، المشكلة إن بيقولوا في بلدية كلنسوي في الجباية وفيش جباية وفيش دفع لحق المي، وهاي هي الحل الوحيد والمنقذ اللي هي الانضمام. هاي الكلام مردود على الإدارة ومش مزبوط. الإدارة هاي الدورة الثانية قدر تصلح كل هاي الإشكاليات في الدورة الأولى وهاي الدورة الثانية. إذا الإدارة مش قادرة تشغل شفطات الصرف الصحي، مش قادرة تصلح مشاكل في خطوط وشبكة المياه في كلنسوي، تستكيل وتنطي غيرها تدير البلد. أنا طبعاً معارض قوي جداً لتجديد المية، وأنا شايف إنه هذا يعني آخر مسمار في نعش كلنسوي الميتة طبعاً بكل الاتجاهات. يعني فيش عنا لا أطر تعليمية ولا أطر ثقافية ولا أطر رياضية. بس اليوم ليش المعارضة تيجي على هذا المشروع؟ لأنه هذا المشروع إحنا مياهنا إلنا، والمياه هاي صلها من أيام الأتراك، يعني عنا الأبار، والأبار هاي إلنا، وإحنا يعني مش مستعدين نبيعها ولا لأي حدا، فاهم شو؟ وعدا عن ذلك إنه هاي بسبب يعني ضرر كبير لأهل كلنسوي، لأنه المية بتصير يعني بدال ما تدفع مثلا مبلغ معين صغير، بتصير تدفع مبالغ طائلة أضعاف أضعاف ما بكيت تدفع هسه. يعني إذا اليوم بختموا على هذا القرار، من بكرة الصبح يوم الأربعاء احنا نبلش ندفع أضعاف ما كنا ندفع لحد الآن. ولذلك احنا الطبقة الكادحة والفقراء والعمال، فاهم شو، نعارض هذا بشدة. يعني كديش اللي معهم مصاري يعني يدفعوا مبالغ طائلة للمية، فاهم؟ فصعب يعني الموضوع، فاهم شو، صعب جدا هذا الموضوع، واحنا ضده يعني بأقوى درجة وبأكثر جهد. يعني نحاول انه نمنع، وان شاء الله الأعضاء والرئيس ياخذوا قرار يعني لصالح أهل بلدنا، صالح كلنسوي، مش ضدنا، مش ضد الشعب. الشعب كله يرفض هذا القرار، ولكن هم بدهم يمشوه يعني، وهذا الاشي صعب يعني، فاهم شو. أنا بروح على المعارضة طبعاً، في معارضة قوية، وهاي الاتحاد المياه مش جاي هي سنة وتروح، هاي اتحاد المياه راح تدوم سنين، وراح الناس تعاني أزد إيش راحين يعانوا الناس اللي دخلهم قليل. هاي مصالح وكله ناس قاعدة بتشتغل يضبطوا بكل لك اتحاد المياه، وهو من الناس اللي عارض على اتحاد المياه اللي هو عبد الباسط سلامة، راح على أم الفحم يعارض، فهمتني؟ وهسه جاي بكل اتحاد المياه وضع كلنسوي مأساوي جدا، من ناحية نظافة، من ناحية أمن. طلع هالسعيات هاي مثلا عندنا هنا الشارع شايف بهاي أي حالة، عندنا وضع من ناحية وضع كلنسوي ككل صفر صفر صفر. هيك لو نرجع شوي على موضوع اتحاد المياه، يعني أنت اليوم ليش معارض لهذا الموضوع بشكل عام؟ شو التفاصيل اللي بتخليك تعارض؟ أول شيء اتحاد المياه راح يصير السعر مضاعف ضعفين ثلاث، وعندنا تجارب من هي البلاد الثانية وشايفين كيف بيشكوا من الوضع، الوضع مأساوي عندهم. إحنا نجيب لحالنا البلا وهم قاعدين البلاد الثانية بدهم يطلعوها بالكوي، إحنا بدنا نيجي نسلمهم حالنا، مش نسلمهم حالنا ليوم ولا يومين ولا سنة، إحنا بدنا نسلمهم المي تبعيد كلنسوي ويشتغلوا فينا على راحتهم. يعني بصير السعر من 6-7 شيكل ل 13-14 شيكل، وبصيروا يتعاملوا مع الناس اللي دخلهم قليل، اللي بأخذ 4-5 آلاف شيكل بيجي يحط له 1000-1200 شيكل مي، حرام. هاي مصالح قاعدين بيشتغلوا يجيبوا الدمار لكلنسوي، هذا رئيس بحالة لا يرثى لها، وضع مأساوي وبده يجيب الدمار لكلنسوي. من جانبه عقب رئيس بلدية كلنسوي الشيخ عبد الباسط السلامي على الانتقادات الموجهة لإدارة البلدية على سعيها للانضمام لاتحاد للمياه، قائلا لقناة هلا: الكل يعرف أنه بالنسبة لاتحادات المياه فإنه تم سن قانون عام 2001، سن قانون لذلك كل شخص يستطيع أن يفحص ويتأكد من ذلك بنفسه. هذا القانون يسري على كل البلدات في إسرائيل، في الطيبة هنالك اتحاد، في الطيرة هنالك اتحاد منذ سنوات، وفي باقي البلدات في الوسط العربي واليهودي أيضا هنالك اتحادات للمياه.
واستطرد عبد الباسط سلامي يعدد الدوافع التي تقف خلف سعي إدارة البلدية إلى الانضمام إلى اتحاد المياه قائلا: حوالي 70% إلى 80% لا يدفعون ثمن المياه، لدينا هدر مياه بنسبة 47% في عامي 2018 و2019، البلدية تتحمل 12 مليون شيكل من ميزانيتها لسد ثمن هدر المياه. كما قال عبد الباسط سلامة لقناة هلا: القضية ليست قضية رئيس للبلدية، إنما قضية تحسين شروط في قلنسوة. هنالك من لا يزال يعيش في الجو السياسي للانتخابات، وهنالك من يتخذ الملاوكة والمجاكرة نهجا. تعالوا وانظروا وافحصوا، هل نحن أذكى من كل البلدان التي استوفت الشروط ودخلت الاتحادات للمياه؟ نحن نسعى لحل مشاكل مدينة قلنسوة، كل عبارات تصريف المياه وكل العبارات في المدينة بحاجة لتغيير، وهنالك مشكلة مياه المجاري التي تتدفق في شوارع في البلد. البلدية بحاجة لميزانيات كبيرة لتصليح الخطوط، ولا يوجد قوة عاملة كافية. أنا لا أفهم لماذا هذا الهجوم بهذا الشكل. أما بخصوص أسعار المياه، فإن سلطة المياه هي التي تضع التسعيرة وليس اتحاد المياه ولا البلدية. هنالك من يقول أن الحل يكمن في حل البلدية وإقالة الرئيس. إذن الأمر أصبح أمرا شخصيا وسياسيا وليس مصلحة بلد. أنا كرئيس للبلدية من غير المعقول أن أكون بإلحاق ضرر ببلدي مثل ما يقولون. وتابع قائلا: نحن مصممون أن نؤدي رسالتنا ولا نساوم على البلد. هنالك الكثير من الإشاعات التي تثار ضدي، ومن حق الناس أن يعرفوا الحقيقة. هنالك 10 إلى 20 شخصا لديهم أهواء في نفوسهم فيفعلون ما يفعلون. هنالك فتنة في قلنسوة، الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها. هنالك هجوم شخصي علي، فقد أطلقوا النار على سيارتي وأحرقوها، وتعرضوا لي في مكتبي، سبوني وشتموني. سكوتي وهدوئي ليس ضعفا، إنما إكراما وإجلالا لحرمة الناس، لكن لكل شيء حدود، وعلى كل واحد أن يحترم الآخر حتى لو كان عبدا حبشيا. أنا إنسان لديه رحابة صدر، إلا أنني لن أسمح بالمس بالبلد وبقرار الناخب في قلنسوة الذي انتخبني لدورة ثانية. سأستمر بالعمل حتى إخراج البلد إلى بر الأمان. إلى هنا تعقيب رئيس بلدية قلنسوة. ننتقل من الشؤون المحلية في بلادنا إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا القرية العالمية في دبي التي تتيح لزائريها الفرصة لتذوق العالم في مكان واحد، وتعد القرية العالمية أكبر مشروع للسياحة والتسوق والترفيه في العالم أجمع. وتقوم القرية العالمية على مبدأ الجمع بين ثقافات العالم المختلفة في مكان واحد، حيث يتم عرض ما يقارب ثقافة 90 دولة مشاركة من مختلف الأماكن حول العالم. للحديث حول هذا العالم من العجائب والترفيه ينضم إلينا من دبي الآن مبعوث موقع بنت وقناة هلا إلى الإمارات حسين العبرة. مساء الخير الزميل حسين العبرة. مساء الخيرات لك زميل شاكر مواتي والمشاهدين، أهلا بكم من دبي الساحرة. إذن ماذا لديك في جعبتك من جديد من خلال الزيارة في إلى دبي؟ نعم، يعني من خلال الزيارات والجولات المختلفة اللي نقوم بها في مدينة دبي السياحية، قمنا الليلة الماضية بجولة وزيارة رائعة جدا إلى القرية العالمية في دبي التي تقع على طريق الشيخ محمد بن زايد، وهذا كما قلت زميل شاكر أكبر مشروع سياحي اللي أيضا للتسوق في العالم سيقع في دبي. أكثر من 90 دولة تجتمع هنا، كل دولة لها سوقها، لها يعني مجمع خاص بها يتم خلال هذا المجمع عرض ثقافات وكل ما يميز كل دولة ودولة. قمنا بالتجول في عدد كبير من الأسواق من المجمعات المختلفة، من بينها إيران، المغرب، الأردن وفلسطين معا،
السعودية واليمن، وأقولها بكل صراحة يعني أكثر ما أعجبني التسوق والتجول في مجمع دولة اليمن. هذه الدولة البسيطة ولكن هناك الكثير ما يميز هذه الدولة. من خلال يعني التجول في السوق اليمن تلتقي بأشخاص بارعين وأشخاص مميزين، وخاصة بما يتعلق بالبضائع من البهارات والمكسرات وأيضا العسل. هناك يعني ما يقارب في سوق اليمن 40 نوع من العسل في عدة يعني محلات تجارية. كل من يدخل إلى هذا السوق يتم يقوم بالتذوق عدد كبير من أنواع العسل المختلفة والمميزة. يعني نقولها بالعامية بيغصبوك إنك تتذوق العسل من خلال يعني كل بسطة وبسطة. خلال التجوال أيضا يعني شاهدنا الخناجر اليمنية التي تميز أهالي هذه الدولة، أيضا المجوهرات الخاصة باليمن ومن ثم الملابس الخاصة باليمن. نقول أيضا زميل شاكر جولات كثيرة قمنا بها داخل التجمع، وكل دولة يقوم هناك يعني معرض خاص أو عرض للتراث وإلى الأغاني الخاصة بهذه الدولة. هناك يعني أكثر من مطرب ومغني يقوم بتقديم عروضات خاصة بهذه الدولة. يعني في المجمع الأردني والفلسطيني هناك عرض للدبكة الخاصة التي نعرفها جميعا. في معرض اليمن هناك مطرب خاص يغني الأغاني المشهورة. أيضا المغرب مع اللباس المغربي الإيراني، أيضا منطقة جميلة جدا تجمع الثقافات عدد كبير من الدول. وكل من يصل إلى دبي، وهذه نصيحة يعني بشكل شخصي عليه، أن يزور هذه القرية العالمية. الأسعار هناك يعني أسعار شعبية للكثير من المنتجات، وأيضا هناك يعني أسعار غالية جدا. وأكبر معرض هناك في القرية العالمية هو المعرض التركي، حيث يعني هو أكبر معرض ويستقبل أكبر عدد من الأشخاص الذين يدخلون القرية العالمية. يعني من يزور القرية العالمية هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يدخلون إلى باقي يعني مجمعات باقي الدول. أما المجمع التركي كما فهمنا من المسؤولين أيضا هناك يستقبل أكبر عدد من الأشخاص كل ليلة. وعلى هناك شاهدنا الملابس التركية، أيضا الحلويات التركية المميزة. هناك جلسات خاصة داخل هذا المجمع. أما في يعني دول أخرى تجد يعني عدد أقل من المجمع التركي. حسين، أريد أن أسألك، أنت لم تذكر هنا بلاد الشام مثلا سوريا ولبنان والعراق، هنالك طبعا لها ميزة خاصة هي الأخرى. نعم، تجولت يعني الصراحة بالمجمع السوري واللبناني. يعني هناك أكثر ما يتم عرضه هي الملابس والمجوهرات اللبنانية الخاصة بهذه الدولة. أما في يعني مجمعات أخرى وجدنا من يتميز بالسجاد وخاصة الإيراني. كل دولة تقوم بعرض ما يميزها، و يعني أيضا الباعة هناك يلبسون لباس كل دولة يعني ودولة. يعني السوق المغربي كل الباعة يلبسون اللباس أو الثوب المغربي. أيضا الفرقة الموسيقية هناك ترتدي زي خاص وتجذب الزوار إلى دخول إلى السوق المغربي. منطقة جميلة جدا وتجذب يعني يوميا عشرات الالاف من الاشخاص. طبعا يبدو ان هذا يقتصر على تيك اواي، يعني تاخذ وتخرج، لا مجال لتذوق الطعام هناك. بالعكس، يعني بالنسبه لتذوق الطعام غالبيه اماكن او بسطات الطعام والشراب تقوم في البدايه بتذوق هذه الاطعمه والمشروبات حتى يعني يقوم بإغراءك بالشراء وأن تدفع في البسطات هناك. وهناك أيضا أماكن جلوس في كل منطقة وفي كل مجمع،
هناك أماكن مخصصة للجلوس، وكما نقول يعني بكل صراحة حسب التعليمات الوزارات المختصة يحافظون على تعليمات وزارة الصحة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في داخل هذا السوق رغم الأعداد الكبيرة التي تدخل إلى القرية العالمية. حسين طبعا تمتع بهذه الزيارة، شكرا لك، كنت معنا من دبي. شكرا لكم، تحياتي للجميع. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا اليوم. يمكنكم أن تتابعوا كل الأخبار والمستجدات على مدار الساعة عبر موقع بنت وتطبيق بنت. حملوا الآن التطبيق واحصلوا على كل الأخبار العاجلة على هواتفكم بشكل فوري. شكرا لكم على حسن المتابعة. لكم من المحرر الرئيسية فريدة جابر برانسي، مني شاكر مواسي، ومن طاقم البرنامج أطيب المنى، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.